بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. على اعتاب موسم جديد يشي ويعد باصلاح حقيقي. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم ولقاء الخميس من ملك وكتابه. فعلا ترتيبات كثيره لموسم رياضي طويل ومهم ومرتقب، لكن كمان حصاد رياضي رائع جدا يتحقق على الارض بعد الفوز المستحق بكاس العالم للناشئين لكره اليد يا باشمهندس. ابطال الكره الطايره وكانه على الخطى، ابطال الكره الطايره منتخب الناشئين في كاس العالم في تونس النهارده فاز، او للشباب فازوا النهارده على الارجنتين وامبارح على المانيا، وبكره هيلعبوا مع اليابان ويقتربوا من التاهل. شوف بقى الارجنتين والمانيا من القوى الكبرى المصنفه في الكبار. ايوه، اختبارنا الحقيقي بكره اليابان. بكره المنتخب هيلعب مع اليابان الساعه 12 الظهر، وهيلعب يوم السبت مع المكسيك الساعه 3 العصر. قائمه المنتخب فيها 6 لاعبين من ابناء النادي الاهلي اللي بيقدموا عروض رائعه مع زمايلهم من كل الانديه، في عبد الرحمن الحسيني وعمر شريف ومروان النجار واياد ايهاب وابراهيم رسلان، بالاضافه الى محمد علوان واحمد عبد العظيم وكريم ابراهيم ومحمد العرابي ويوسف نصير ويوسف جعفر نجوم المنتخب، المدير الفني الكابتن حسن الحصري ورئيس البعثه الكابتن جابر عبد المعطي. نتمنى التوفيق، ويعني بس الواحد بقى ابتدى يخاف ياخد امل. يعني كره اليد عشان احنا يعني ما خدناش بالنا منها، عملنا نفسنا مش واخدين بالنا. لا انا كنت واخد بالي، لان يعني انا مهتم باليد، لكن ربنا كرم. فنرجو ان احنا ايضا يعملوا فينا نفس المفاجاه الطيبه فريق الكره الطائره، وده بقى يقودنا يا استاذ ابراهيم. عايز اطمنك كمان على الالعاب الافريقيه في المغرب. البعثه المصريه في الالعاب الافريقيه في المغرب عامله نتائج رائعه وتصدرت الدوره من البدايه، النهارده وصل حصادها ل 11 ميداليه ذهبيه. مؤكد ان انت هتتطرق لغيرها، لكن خلينا اقول لك ابرز ما في الحلقه من 6 عناوين مهمه. اطلع بره، دي بروفه رسميه. جهاد من اجل الفوضى، والحقيقه واضحه زي الشمس، لانه هو الاهلي. من هو مدرب الاهلي الجديد؟ وانت اخبارك ايه معايا؟ دي الفقره الاخيره المهمه، لكن انت بتقول موسم يشي بالكثير، ويقودنا الى ايه؟ بص، يقودنا الى كثير من التغيير، نتمنى ان يكون تغيير حقيقي وايجابي كما نتمناه وكما تتمناه مصر ان شاء الله. لان نبدا بكره القدم اللي هي يعني الاهتمام الاول لاي مواطن. يعني لما تشوف من كاس العالم وما حدث من اخفاقات، وبعدين ان يمنح المسؤولون عن كره القدم فرصه جديده، وتاتي الفرصه على طبق من ذهب في استضافه كاس الامم الافريقيه، ثم تاتي الدوله لتحرج الاتحاد بانها تقدم عمل تنظيمي وبنيه اساسيه ولا اروع في وقت قياسي. كان كل المطلوب منهم إدارة الملف في منتخب مصر فقط ليحدث الإخفاق الغير مسبوق. أنا بقول لك إخفاق يعني نادرا ما حصل مرة أو اثنين قبل كده. ثم تأتي بارقة الأمل فيما ما أستشعره شخصيا من إرادة الدولة في تصحيح المسار. وبقول إرادة الدولة عشان ما حدش يتنطط ويقول لك تدخل الدولة مش تدخل الدولة. لابد إن إرادة الدولة تكون واضحة قدام أي مسؤول في أي موقع. الدولة عايزة إيه منك أنت في موقعك؟ عايزة أنت في الرياضة عايزة 1 2 3 4، عايزة تبذل أقصى الجهد. عايزة هو لما طلعنا التلتين في كرة اليد ما كانش في حفاوة؟ كان في حفاوة طبعا، الناس عاملة اللي عليها. تقوم تطلع الأول
النهارده احنا ماشيين كويس في الفولي وربنا يكملها بخير يا رب، وما يعني ما يبقاش يعني انتباهنا ده يؤثر عليهم. لكن لما تيجي يا استاذ ابراهيم تستشرف الجديه في ايه؟ استقاله الاتحاد السابق. استشعرت انا بقى الجديه في موقف الاداره التنفيذيه اللي هي كانت موجوده وقت المجلس السابق، ولكن اتغير ادائها الشهر اللي فات ده. بس اتغير الاداء، مشوا في اتجاهات كثيره كنا بنطلبها وكان في استجابات. من ضمن مظاهر هذه الاستجابات ان يحدث اجتماع لحوالي 90 نادي من اعضاء الجمعيه العموميه في الدرجات الاقل، ما فيهمش انديه دوري ممتاز، و تبص تلاقي في استجابة ان لا تعالوا اعملوا جمعية، ندعو لجمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الاساسي. الله، ده الموضوع جد، ان في نية لاصلاح الامر. ثم يأتي خيار انك تجيب لجنة تدير لحد نهاية مدة المجلس الحالي عشان ما تقعدش الانتخابات كل شوية. بصرف النظر على الاسماء، خلينا بقى نشتغل بشكل، انا ليه بقول الفلاش باك ده؟ عشان اقول ايه الطموحات وايه الاهداف والدوله مستنيه ايه والوسط الرياضي مستني ايه. اول هدف مش عايزينه الفوضى اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت، ان القرار لحظه بلحظه لحظه بلحظه لازم يتحط نظام يتفق عليه والانديه توافق عليه ولا يتم التعديل عليه مهما كانت الظروف، كل الناس تقبله. أنا هنا مش بفكر في الأهلي، أنا هنا بفكر في بلدي وفي اللعبة اللي تستحق مكانة، نملك كل أدوات التطور إلا إرادة التطوير. فالنهاردة عندنا الفرصة الذهبية إن في اهتمام، وفي قطعا هيبقى في غيرة من الألعاب الجماعية العمالة وهي في الظل تحقق حاجات كويسة. طبعا. النهاردة ما هو المطلوب من اللجنة؟ أنا عايز أشوف إيه المطلوب من اللجنة، ولو تحقق ده هيرضينا ولا مش هيرضينا؟ أول حاجة كانت إيه؟ إدارة شؤون الاتحاد اليومية. ده تسيير الأعمال، خلاص دي ما فيهاش مشاكل. لكن أهم ملف اللي هو ملف إجراء التعديلات على لائحة النظام الأساسي. على لائحة النظام الأساسي. لائحة النظام الأساسي مليئة بالبنود الشخصية المتفصلة على فئات بعينها وناس بعينها، وتتيح لهم السيطرة والهيمنة دون مراجعة. فكان في اجتماع امبارح برضو من نفس مجموعة الأندية اللي اتخضت من تكوين اللجنة، مش عارفة ايه الحكاية، هل ده معناها بقى ان اللي اتفق عليه هينسف؟ فجاءت الطمأنينة من الأمس، لا احنا مكملين عايزين نعمل تغيير النظام الأساسي، لان دي مصلحتنا، مصلحه بلدنا، مصلحه الكره بتاعت بلدنا، وفي جديه هذا الامر. يعني مفيش كان تخاف ان يكون ده الباب الخلفي لعوده نفس الاسماء ونفس النظام ونفس المناخ. لو تحقق الطلبات اللي مكتوبه او التكليفات اللي الاتحاد الدولي قالها، اعتقد ان احنا مفيش داعي غير ان احنا نساند، ومفيش داعي ان احنا نتخوف، وكل واحد عنده فرصه ذهبيه ان يعبر عن نفسه وعن كفاءته وعن توجهه المجرد لمصلحه مصر. نتمنى ده ان شاء الله. هي بالاضافه لتعديل لائحه النظام الاساسي، الدعوه لاجراء انتخابات لمجلس اداره جديد، واداره ان اللجنه الخماسيه اللي تم تعيينها برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني، عضوية أو نائب الرئيس الدكتور جمال محمد علي، وعضوية الكابتن محمد فضل والدكتور محمد عبد الله أو أحمد عبد الله، وأيضا الدكتورة سحر عبد الحق. دي اللجنة الخماسية بتبحث في دعوة الجمعية العمومية لإجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي، بتشرف على تسيير الشؤون اليومية لاتحاد الكرة، ثم بتدعو لانتخابات جديدة لمجلس الإدارة. مهمة هذه اللجنة مستمرة حتى 30 يوليو، ومش من حقهم أن يقودوا الانتخابات، ودي نقطة مهمة. إنك مش هتفصل حاجة لمصلحتك. هم امبارح اجتمع بيهم مندوب الفيفا هنا في القاهرة، ويوم السبت هيجتمع بيهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عشان وضع النقاط على الحروف وتحديد
خطة العمل في الفترة اللي جاية إن شاء الله، كل التوفيق للجنة. ونصيحتي بقى لكل القيادات الرياضية تحديدا يعني، ابعدوا عن السوشيال ميديا. ابعدوا، لأن كل كلمة كنت بتقولها مع أصحابك ما ينفعش تقولها على الهواء. كل كلمة بتيجي على بالك كرد فعل الموقف ما ينفعش كله يتقال على الهواء وتشتبك. خلينا كلنا مرة نتوجه للمسؤولية ونبعد خالص عن التراشق اللي على السوشيال ميديا. طبعا ده اللي ينجح، ده اللي ينجح الاهداف صدقني والله. بعيدا عن تكلفات الفيفا في النقاط ديت، في مهمه اساسيه عند اللجنه، تعيين مدرب المنتخب الوطني. دي مهم يعني، اصل مش مهمه، ليس تكليف من الفيفا، ولكن ده الملف المؤجل بعد ده هم لبسوا الملف ده. يعني الملف ده لازم يخلص الاسبوع ده، ما ينفعش استنى اكتر من كده. وده مدرب وطني، والرئيس اختصر لهم نص السكه. قال لهم مدرب وطني. ومدرب وطني، والنجاحات اللي حصلت من المدرب الوطني في المنتخبات تزكي هذا. كويس كويس. اي مدرب وطني هيتحدد له برنامج محدد واهداف محدده واسلوب متابعه واسلوب دعم واسلوب رقابه واسلوب حساب هينجح ان شاء الله باذن الله. طيب يمكن زي ما قلت لكم، دورة الألعاب الأفريقية البعثة المصرية بتواصل حصاد ميدالياتها الذهبية، وصلت ل 11 ذهبية الحقيقة، حصاد في كل الألعاب، ما يؤكد على فعلا أن الرياضة المصرية تتجه اتجاهات إيجابية في كل الألعاب، وما عادش حتى الطموح القاري هو الهدف. الناس بتتكلم عن أن أنت تفوز بالألعاب الأفريقية. من متابعتي السريعة كده مش مرتاح شوية لنتائج السباحة حتى الآن. كنت متصور 50 ميدالية متنوعة رصيد البعثة المصرية. كنت متصور السباحة هتحقق ذهبيات أكتر من اللي حصل. النهاردة توفي أجوجو اللاعب الغاني لاعب الزمالك السابق، الحقيقة إثر أزمة قلبية. توفي المهاجم الدولي، ده عنده 40 سنة، جونيور أجوجو مهاجم الزمالك بعد تدهور صحته إثر تعرضه لجلطة في المخ. صحيفة غانا سوكر نت قالت إنه صاحب الأربعين عاما توفي صباح اليوم الخميس في لندن، كان بيعاني من المرض منذ 2015. أجوجو سبق وأن لعب في مصر وتحديدا مع الزمالك في موسم 2008-2009 عندما انتقل إليه قادما من نوتنغهام فورست الإنجليزي. خاض 27 مباراة دولية أجوجو بقميص منتخب غانا، استطاع خلالها تسجيل 27 هدف، وتوفي في العاصمة البريطانية. كنت بطمنك على البعثة المصرية، وصل رصيدها 50 ميدالية متنوعة باشمهندس، فيهم 14 ذهب و20 فضة و16 برونزية، واتفق على انه لقب الدورة سيمنح في ثلاثة ذهب من العصر دلوقتي. لقب الدورة سيمنح للأكثر حصولا على الذهب. وهي بغض النظر معيار كان في خلاف مع اللجنة المغربية، لكن تم حسمها على انه العبرة بالذهب. ده المعيار الاولمبي يا استاذ ابراهيم. ايوه، الترتيب بيبقى بالميداليات الذهبيه. عندنا هو حصلت مره واحده بس، ها، عشان يتجمل، اظن كانت في نيجيريا، حسبوها بالتوتال، وكان مصر هي متقدمه في الذهب. ويعني هو تم حسمها. عموما احنا عندنا منافسه مباشره من جنوب افريقيا، احنا عشان الناس تبقى واخده بالها، البعثه المصريه لغايه الليله دي 14 ميداليه ذهب من جمله 50 ميداليه متنوعه، فيهم 16 برونز و20 فضه و14 ذهب. لكن جنوب افريقيا المنافس المباشر عندها 12 ذهب، ففي منافسه ضاغطه جدا. الجزائر عندها 10 ذهب، والمغرب عندها 8 ذهب. فدي فريده عثمان صاحبه احدث الميداليات للسباحه. فريده عملت واحده فضه في المية، وواحده هي متخصصه في ال 50 متر، فخدت الذهب فيه. في ال 100 متر خدت الفضه. صحيح. إذن ده الحصاد المصري المهم جدا النهاردة. فازت بميداليات النهاردة هداية ملاك في وزن تحت 67 كيلو جرام في التايكوندو، ميسون طلبة في وزن تحت 73، عبد الرحمن العرب في سباحة 150 متر فراشة، وسجل 23 ثانية و81 ذهب. فازت بالذهبية أيضا فريدة عثمان في 50 متر فراشة، وسجلت رقم أفريقي جديد 25.94 ثانية. مروان الأماش كمان فاز بالميدالية الذهبية في 200 متر حرة، وسجل دقيقة و49 ثانية و10 أجزاء من الثانية. هانيا مورو في سباق 200 متر حرة
سجلت زمن قدره دقيقتين واربع ثواني و31 جزء من الثانيه. ده برضو يا ابراهيم يبقى السباحه النهارده وزنت الموضوع. ايوه لتحقق السباحه المصريه انجازا جديدا. فاز بالميداليه الفضيه برضو لانه دول رياضيين لابد من ذكرهم وتقدير مجهودهم، معاذ عزت في التايكوندو وعلي خلف الله في 50 متر ومحمد عساوي وعبد الخالق البنا. كما فاز منتخب الفروسيه بفضيه الفرق ومثل المنتخب فيها محمد طاهر زياده وعبد القادر سعيد ومحمد طلعت مصطفى ونائل نصار. منتخب سيدات السباحه فاز بالميداليه الفضيه ايضا في 4 في 200 متر حره وجيت تاني بعد جنوب افريقيا. منتخب مصر فاز بالميداليه الفضيه في 4 في 100 للتتابع المختلط في زمن قدره 3 دقائق 53 ثانيه و93 جزء من الثانيه بعد جنوب افريقيا. فاز بالميداليات البرونزيه من طلاب عبد العال في التايكوندو، احمد سالم في 400 متر متنوع السباحه، محمد قوطه في التجديف، مريم عبد اللطيف في التجديف، ساره سليمان في 100 متر صدر سباحه، ياسين الشماع في 200 متر سباحه. كما تاهل منتخب كره السله للرجال والسيدات للدور الثاني بعد الفوز في ثلاث مباريات على كل من مدغشقر. المنتخب بيلعب بطوله الظاهر جديده 3 في 3. ايوه يعني مش بالاعداد التقليديه ولذلك السكور بيبقى مش كبير. فاز على مدغشقر 22 18 وعلى كينيا 21 16 وعلى غينيا الاستوائيه 21 7 لتواصل البعثه المصريه نجاحها بامتياز وتتصدر برنامج الالعاب الافريقيه بالمغرب. دي كانت اطلاله خبريه سريعه. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل اطلع بره دي بروفه رسميه. اهلا بحضراتكم من جديد. اطلع بره بروفه رسميه. اطلع بره بطل جنوب السودان بكره مع الاهلي باذن الله مباراه الاياب في دور ال 64 لدوري ابطال افريقيا، الدور اللي الاهلي ما اعتادش ابدا يلعب فيه، المباراه في برج العرب. بروفه رسميه للفتره اللي جايه للعيبه الجديده اللي جت، لكنها بعد المباراه الاولى والفوز المريح للاهلي خارج الارض، لانه المباراه الاولى كانت مباراه اطلع بره فاز الاهلي 4-0، فبالتالي عنده مهمه تبدو سهله، كل الاحترام والتقدير للفريق المنافس، لكنه الكابتن محمد يوسف اللي تولى المهمة بعد قرار النادي الأهلي بتوجيه الشكر للمستر مارتن لاسارتي اللي كرمه جهاز الكرة وتم إنهاء العلاقة معاه وتم تكريمه في شكل حضاري رائع يؤكد دايما وأبدا طبيعة تعامل الأهلي بالأسلوب المعتاد عليه مع كل الناس اللي بترتبط معاه بالعمل. كابتن محمد يوسف قاد المهمة بتكليف من لجنة التخطيط والمتابعة بالنادي وعلشان ينفذ قيادة الفريق في مباراة الغد إن شاء الله. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين جانب من مران الفريق اللي كان أول امبارح تحت قيادة الكابتن محمد يوسف اللي اختار قائمة الأهلي لمباراة الغد، فيها باشمهندس محمد الشناوي وعلي لطفي، فيها محمود وحيد ومحمود متولي، فيها رامي ربيع وياسر ابراهيم وحمدي فتحي وايمن اشرف وحسين الشحات والو ديانج وعمرو السليه ومحمد مجدي قفشه واحمد الشيخ واحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور اجاييه. يتلاحظ لاول مره يدخل القائمه في مباراه افريقيه الو ديانج بالاضافه الى محمود متولي ايضا وظهور لصلاح محسن ثم جيرالدو، يمكن ديت ابرز الاسماء اللي دخلت. قفشه طبعا كان موجود في القائمه في المباراه الاخيره، لكن على الصعيد الافريقي ده الظهور الاول للاعبين الجدد اضافه الى صلاح محسن. نتمنى لهم الظهور الجيد والتوفيق. طبعا هو بيستندوا الى مباراه الذهاب اللي هي نتيجتها طبعا 4-0 مطمئنه على موقف الاهلي، وفرصة أنه يقدر يشوف الناس دي كلها في تجربة جادة قبل بداية الموسم. طبعا أنت فرصة للراحة لعلي معلول ورمضان صبحي ووليد أزار ومروان محسن وبقية اللعيبة بعد أداء المباراة الأولى، إداهم فرصة عشان للراحة وكمان ياخد بقية اللاعبين فرص للمشاركة. أزار اكتفى بمرام بدني خفيف النهاردة، محمد هاني اكتفى ايضا بالتدريبات خفيفه في الجيمانيزيوم، التركيز على انهاء الهجمات كانت لمسه واضحه جدا في مران
محمد يوسف للفريق، وفي ضربات ثابته كان في نهايه المران المسائي بمشاركه محمد محمود بعد شفائه. واعتقد ربنا الناس اشتاقت انها تشوف محمد محمود. وحشينه، وحشنا بالتاكيد. هذه المباراه زي ما قلت لكم الاهلي فاز في المباراه الاولى 4-0 اليوم الاحد اللي فات 11 اغسطس، سجلهم علي معلول ووليد ازارو هدفين واحمد الشيخ. والفائز من هذه المباراه الاهلي هيلعب مع الفائز، او باذن الله تعالى الاهلي يتخطى مباراه الغد ويتاهل، هيلعب مع الفائز من كان سبورت بطل غينيا الاستوائيه وميكيل كيناما الاثيوبي. فاز بطل غينيا الاستوائيه في ملعبه 2-1. الفريق الاثيوبي في اديس ابابا عنده فرص للتاهل، لو كسب 1-0 هيصعد، ولو فاز الاهلي باذن الله تعالى او احتفظ بالتعادل او اي نتيجه اقل من 4-0 يصعد ليواجه بطل اثيوبيا في حال تاهله. يعني هي لاول مره منذ فتره نلعب الدور ال 40 ثم ال 2. والله يعني نعتبر ان دور الاربعه ثابت الماتشات الوديه الجاده اللي انت محتاج لها. الزمالك كسب ديكا داها الصومالي ذهابا 7-0 وهيلعب معاه مباراه العوده يوم الاحد. اوليز ليبيريا مع جنرال سونفورت السنغالي، الفائز منهم بيقابل الزمالك في حال تاهله. بالاضافه زي ما حضراتكم عارفين الوداد والترجي ومازيمبي تم اعفائهم من المشاركه في دور ال64، وده جدول النتائج ومشاركات الانديه في هذا الدور. فرصه جيده لبقيه اللعيبه يا باشمهندس. مؤكد. انا بقول لك فرصه جيده انك ما عندكش ضغوط. أيوة. وهتلعب عشان تطبق افكار المدرب باريحيه وتعبر عن نفسك في بدايه الموسم، يعني كويسه، فرصه كويسه مؤكد يعني. طيب الكابتن محمد يوسف طبعا مش جديد على الفريق، حافظ العناصر كلها، كان عنصر مهم في الجهاز الفني، وبالتالي لما تسند اليه المهمه في هذه الظروف اعتقد اداها وقدود. يعني طبعا اداها وقدود، واحنا لسه ما فيش حاجه يعني كريتيكال او حرجه. وهو راجل قبل كده خد معاك الدوري، خد معاك بطوله افريقيه يعني، مش فاحنا الحقيقه مدربينا عند الموعد دائما بيكونوا سدادين. كابتن زيزو، كابتن فتحي، وقبليهم ومعاهم كابتن حسام وكابتن محمد يوسف. لا طبعا احنا اذا كنا بنعتمد على اجنبي بنجيبه بهدف التطوير او ترسيخ نظام جديد او حاجه زي كده، اذا لم يتحقق يبقى المدرب المصري طبعا بيسد. طيب لازالت طبعا لجنه التخطيط والمتابعه بتعكف على دراسه السير الذاتيه للمدربين المرشحين، ولم يتم الانتهاء بعد من الاختيار. هو اللي بيحصل، ودي فرصه ان انا اقول الكلام ده. ايوه. انا زي ناس كتير او اخر لهم علاقه بكره القدم وهذا الملف. بيجي لنا ترشيحات. انا لوحدي ازعم ان جالي حوالي من 40 ل 50 ترشيح. ياه. من الوكلاء. ما هو الوكيل له وكلاء. وفي ناس قاعده على جوجل وتطلع لك وتطبع وتبعت لك. مش معقول كل دول وكلاء. ايوه. ده في حوالي 15 20 واحد بيبعتوا. وكل واحد زعلان، اتفرجت على فلان، اتفرجت. هم فاهمين ان اللي بيتبعت ده بروح انا قاعد بتفرج وجايب وعامل. لا، انا مش دوري، انا مش في لجنه الانتقاء او التقييم. انا دوري اذا جات لي ترشيحات ببعتها. ما حدش يا جماعه يتوقع ان انا ارد عليه. هرد عليه بالتكليف اللي يجي لي بقى، اذا جالي تكليف بالتعاقد. وممكن التكليف بيبقى الكابتن على طول، اذا استقر بيبعت يجيبه ويتعاقد على طول. فمن فضلكم يعني واحده واحده كده، لان الموضوع بقى صعب جدا جدا جدا. عمالين ورق يتحدف وناس مقموصه وناس زعلانه، وبعضهم فاهم ان احنا لينا توجهات مع حد. لا، مش انت لوحدك اللي تبعت. وفي لجنه من ناس يعني محترمه جدا، كبيرة وليها تاريخها، هي اللي بتدور. فمعلش.
يعني احنا اوشكنا اتفلترت الامور، ممكن تبقى في حدود 5 سير ولا حاجه، الا اذا ظهر مفاجاه كبيره في اللحظات الاخيره. لكن حتى الاهتمام الاعلامي الحقيقه، وانا بقدر طبعا الزملاء الاعلاميين سواء في البرامج او في المواقع او في الجرايد، كله عايز يسبق وكله عايز يخمن مين، ودي اشكاليه عموما حتى في الـ في الـ في الـ اشكاليه اعلاميه تاريخيه، أن تكون الأسبق ولا الأصدق. ناس كتيرة تحاول أنها تكون الأسبق بالسين، تحاول تسبق، ده الإلحاح. فيحط لك 10 ترشيحات تيجي منهم واحد يقول لك أنا قلت. متأخرة عنده نسبة الصدقية شوية، مش ما بيركزش، ما بيدققش. في ناس يهمها أنها تكون الأصدق. ما بين الأسبق والأصدق ممكن تسمعوا برامج سين مدرب للأهلي، تقلب المحطة صاد مدرب للأهلي، حد تاني عين مدرب للأهلي، تفتح الجرنان فلان الفلاني على أبواب الأهلي، تشوف جرنان تاني تلاقي في واحد تاني خالص اقترب من التعاقد مع الأهلي. وبعد كده لو احتفظتوا بكل اللي بيتقال، أول ما هيعلن المدرب ويتم التعاقد معاه ممكن ما تلاقيهوش ورد خالص في كتير من الأسماء اللي اتطرحت، لدرجة إن في ناس بتكذب. هنشوف بعض الاجتهادات اللي الكل الزملاء فيها الحق، وطبعا مفهوم سعيهم وراء الاجتهاد، لكن في النهاية صبرا آل ياسر. مين المدير الفني الذي سيخلف مارتن لاسارتي المدير الفني الذي أقاله النادي الأهلي؟ البعض بيرشح مانويل جوزيه عودته مرة أخرى للنادي الأهلي. مانويل جوزيه، جوزفالدو فيريرا. عملوا اتصالات فوريه وسريعه مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق. زوران مدرب كرواتي. كريستيان جروس. نبيل معلول. كابتن نبيل معلول المدرب التونسي لتدريب النادي الاهلي. حتى النهارده طلع كلام ان فيريرا مدرب الزمالك اللي كان ماسك نادي الزمالك وخد الدوري والكاس مع نادي الزمالك قبل كده مرشح لتدريب النادي الاهلي. ناس قالت كريستيان جروس، انا اشك بصراحه في الكلام ده. مجرد الكلام ده بيبقى ايه، نقدر نقول ايه، تصريحات استفزازيه او اخبار استفزازيه الاهلي يستفز بيها الزمالك او تسريب خبر او الكلام ده. هنلاقي اسماء كتيره جدا، وخلي بالكم النادي الاهلي من نوعيه الانديه اللي ما تقدرش تعرف مين النادي الاهلي بيفكر في مين. خلاص هو بالظبط هاخد اخر جمله قالها كريم، يعني مش النادي، مش طالما ان ما طلعش حاجه من جوه النادي واعلام النادي فالباقي كله اجتهادات، ومن حق الناس انها تجتهد. لكن كمان تحويل الامر يا استاذ ابراهيم في فتره التعاقدات الى نوع من السباق والمسابقات، صحيح، وتسليه الجماهير، دي بقت بطولات مستقله، صحيح، وكل واحد مستني. يعني انا عايز اعرف، انا عايز مدرب والزمالك عايز مدرب، ايه فيها دي تبادل الاقلام وتبادل الصفعات وتبادل المش عارف ايه، وانا جبت وانت ما جبتش، ولا انت جبت واحد وانا جبت واحد، مش عارفك ان اللي انا جبته هينجح واللي انت جبته هينجح. السير الذاتيه ما بقتش هي كل حاجه يا استاذ ابراهيم. صحيح، يعني السير الذاتيه هو انت مش جايب ده، انت لو في عريس مش مدرب وقلت ده بيصلي بيصوم وعنده مرتب كويس وساكن فيلا كويس، وبعدين يجي زيجه تفشل عشان اختلاف الطباع. طبعا في حاجه بيرسونال، في حاجه شخصيه. صحيح صحيح، في البني ادمين هي اللي بتنجح وبتفشل في الاخر، البيئه اللي بيتحط فيها. في واحد يبقى مناسب للبيئه دي، واحد مش مناسب خالص مهما كان تفوقه وعبقريته. يعني ما تفهمنيش ان مورينو او جراديولا لو جه مصر هيلعبنا تيكا تاكا، يعني ما وهو نفسه مش هيبقى مستمتع بالعمل. العملية، ولذلك مانويل جوزيه وجد كميته معانا ومع النادي الأهلي تحديدا ومع الجيل اللي هو اتوفر له، لأنه بالصدفة كان جيل فيه من السمات الشخصية اللي تخلي واحد مانويل جوزيه ينجح معاهم. هي عوامل كتيرة قوي مع بعضها، يعني فالسي في ما هوش كل حاجة، لا بالنسبه للعيب ولا بالنسبه للمدرب. شوف ما هو يعني وانت بتشتغل في هذا الملف في حاجات بتبقى تايهه عن الجمهور والناس اللي بتتابع، وحتى تايهه عن الزملاء الاعلاميين. في اسماء بتطرح اعتزلت ريحت، بس ما بتطلعش تعلن ان هي اعتزلت، لكنه الاعلام بيفضل يلاحق باسمائهم. في اسماء من اللي بترشح بتطلب مبالغ غير طبيعيه، وهنا مش يتقال اصله
الجمهور احيانا يتقال لك ايه؟ لا الاهلي لازم يفتح الخزنه والاهلي لازم يدفع. ايوه في ارقام غير طبيعيه مصريا. طب ولما بيفتح الخزنه بيسلم يعني؟ لا في ارقام مصريا غير طبيعيه، فبالتالي في قدره، في تقييم للسمات الشخصيه، لانه مش اي مدرب يقدر ينجح مع فريق بتاع بطوله. ده بيحضرني مقارنه بين نموذجين لغايه ما جه النادي الاهلي مانويل جوزيه، ترتيبه وتصنيفه في البرتغال اقل بكتير من واحد زي توني اوليفيرا. توني كان حاجه كبيره جدا في قائمه ابرز المدربين المصنفين في البرتغال واوروبا. الاثنين جابهم الاهلي، جاب مانويل جوزيه في 2001، ومانويل جوزيه هو اللي رشح توني اوليفيرا وقال كده. قال ده يعني تقريبا استاذ، ده حاجه جامده جدا. فاكرين انتوا توني اوليفيرا؟ ما فيش يعني، الراجل ما كملش زريع مع الاهلي، وصدف وسوء بخت غريب جدا ونتائج سلبيه جدا ومشي، وفضل على الاحترام المتبادل مع الاهلي حتى لما راح اشتغل في السعوديه اعتقد مع الوحده، كان حريص في اقرب زياره انه يجي يزور النادي الاهلي. بس بقول لكم مانويل جوزيه وقتها صاحب التصنيف المتاخر بالنسبه لتوني اوليفيرا، لما رجع بعد التجربه الاولى حقق نجاحات مذهله لعلها الابرز في تاريخ الكره الاهلاويه وتاريخ الكره المصريه عامه كابرز مدرب اجنبي. 25 مدرب اجنبي قادوا كره الاهلي في تاريخها، ابرزهم وانجحهم واكثرهم لفتره طويله كان مانويل جوزيه. اضيف مع سير ثلاثه من العمالقه، هيديكوتي المجدد والمطور في تجربه السبعينات الناصعه، ايضا فايتس ديتريش فايس الالماني في نهايه الثمانينات له تجربه كبيره جدا مصر. وعمل بصمه فنيه عاليه جدا. مانويل جوزيه حقق حصاد هو الاروع في تاريخ كره القدم المصريه مقارنه بتوني اوليفيرا اللي فشل فشل ذريع، الاثنين في بلادهم تصنيفهم كان غريب. لا انا هدي لك واحد. ايوه في مصر بقى، مايكل ايفرت نجاح مع الزمالك، نجاح مذهل مع المقاولين، فشل عجيب مع الاهلي. ده هو خلص على مجلس اداره يعني، هو مايكل ايفرت الاهلي كان معاه يتربع في المركز العاشر، وكان هو حقق نجاحات عاليه في المقاولين وفي الزمالك. هو نفس الشخص بالظبط. فهي دي الكيمياء. فخليكم عارفين ان في مدربين اعتزلت من غير حتى لما بتتردد الاسماء محدش عارف ان دول اعتزلوا، بس في ناس اعتزلت، وفي ناس ارقامها غير طبيعيه خالص، وفي جهود كبيره شغاله في هذا الملف. ليه الاهلي ما بيعلنش؟ الناس بتعتقد انه الاهلي غاوي يكتم، وانه هو حتى لما الاعلام ما بيقدرش يوصل للاسم ده نوع من التحدي في التكتيم والسريه والتعتيم مع الاعلام. لا مش كده خالص، هي المساله ليها سياسه عمل. لا شك ان النادي الاهلي الاسم الكبير جدا في الساحه الرياضيه العربيه، كل الانديه، في انديه كتيره عندها احتياجات لمدربين، في انديه خليجيه قدراتها الماليه اعلى بكتير جدا من اي نادي في مصر او في بقيه المنطقه. فبالتالي ما ان يذكر اسم الاهلي مقرونا باي مدرب هتلاقي فيه منافسين اخرين دخلوا على الخط في المفاوضات. ده اللي بيخلي داري على شمعتك تقيد، لا هي رغبه في التعتيم ولا رغبه حتى في حجم الاسرار. حتى لو رغبه دي سياسه عمل، حتى لو رغبه في التعتيم، انت ما فيش تفاوض يتم عبر وسائل الاعلام. أيوة. يعني ما تقعد انت وحد بتتفاوض، اول ما ما ما, ما الاسماء تتسرب بالمفهوم السوق يركبك بالظبط، لان هيبقى في ضغط بالظبط مع او ضد. يعني واللي متضايق منه هيطلع لك فيه في الفتره الاولانيه خالص ترشح فيها كان الاهلي صرف نظر عنه، لكن ايه اللي حصل؟ تسبب في مشكله كبيره. لان الناس علقت بيه قوي، رغم انه كان حساباتنا معاه انه هو مش هو اللي هيجي خلاص يعني. ده بالظبط كده، انك انت عشان تتحرر من ضغوط، لان انت اللي ايدك في النار، اللي باقي ده كله اللي بيشوف مدرب شيك، اللي بيسمع مدرب بيتكلم يعجبه كلامه، اللي حد صاحبك شكر لك فيه. انت لما تشوف السوشيال ميديا كل واحد بيتك على مدرب يعجبه، طب وده هيتحقق ازاي؟ اذا المسؤوليه شيء، وانك انت تبقى بتتفرج من بعيد ولك رايك شيء اخر. دائما المسؤول حساباته متشعبه، وفي الاخر بياخد من التوليفه التشعب دي
يعني الفلوس، الشخصية، السن، التارجت اللي انت هتكلفه بيه، هو بتاع مشاكل ولا مش بتاع مشاكل، احنا نقدر الكتالوج بتاع مانو جوزيه نقول ان احنا دلوقتي الكتالوج ده اللي انت عايزه. لما تجد حد بسمات المحبوب، المكروه، المهاب، اللين، العريكة، يعني انك انت في كل الصفات دي، بس هو بيستخدمها ازاي وكل حاجة في ميعادها ازاي. ازاي اللاعب يحبه ويخاف منه، ازاي اللعيب بيثق في عدله وهو ما بيلعبش، والناس ما بتبقاش عارفه واحد زي مانويل جوزيه اعلم من قبل كده ان هو اعتزل العمل الفني، عندها امل ان هو بيحب الاهلي، والاهلي لو احتاجه هيقول له اوكي. يعني ممكن 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 اتفهم دي، وهو الراجل حابب مصر وموجود في مصر وعايش في مصر، ويا ريت. لكن في عمل استشاري يعني هو انت مانويل جوزيه، الناس كتير تقول لك ايه، يعني مجرد تواجده بافكاره وفلسفته هيشع جو من الطمأنينه ويعني ويأثر ويطبع على اللي حواليه. في وجهه نظر بتقول كده. لكن لابد انت كمان تبقى بتفكر باستمرار، طب لو ما فيش مانويل جوزيه هيحصل ايه؟ لو الراجل اعتزل بالفعل وما عادش لسبب من الاسباب ما حصلش اتفاق اعتزل مش حابب يخش في دائره الضغوط مره اخرى او حابب وله تصورات اخرى، اي ده تفاوض. ما تقعدش تحطني في تحت ضغط انك انت عايز تعرف كل يوم انا بتكلم بقول ايه وبدفع كام وهو زعلان ليه ولا مبسوط ليه ما ينفعش الكلام ده. والاعلاميين حتى والجمهور مش عارفين مين اعتزل ومين طالب كام، لانه حتى ما بيعلنش الارقام. الارقام لا، الفلوس دلوقتي احنا من كتر ما بنتكلم اكتر حته بتدفع بعد الخليج مصر. يعني المدرب يبقى في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب، حتى في المغرب ياخد 10 يجي هنا، او في الخليج ياخد 20. رينار كان بياخد 80، ما حدش مصدق مع المنتخب 80,000 دولار. ده احنا كنا خايفين نتكلم معاه عشان قلنا هيطلب كام يعني. وبعد كده طيب لما اتنقل راح السعوديه راح ب 250 او هكذا يقال يعني. الله اعلم. اذا المدرب احيانا بيضحي بفلوس عشان التارجت، هو عايز يخوض مع منتخب او مع النادي ده وياخد بطولات وكده. نتمنى الشخصيه دي، السمات دي نجدها في المدرب، ويكون برضو صاحب فكر وفلسفه انه يطور، انه يسيب لك فريق متربي صح، متربي فلسفيا وثقافيا كرويا بشكل سليم، تقدر انت تستفيد منه حتى لو بعد المدرب. وده اللي حصل مع النادي الاهلي، فضلت الاجيال دي تشع لفترات وتتواصل. ومنتخب مصر، مصلحه منتخب مصر، شوف انت قلت مدرب مصري ينجح لو في مدربين تقال بيمرنوا الاهلي والزمالك بيجهزوا له وبيراميد وبقيه الانديه والاسماعيلي وكده طبعًا. الانديه الشعبيه تحديدا دول، لو المدربين دول اصحاب فكر وفي صراع فكري وقوي، اي مدرب مصري هيمسك المنتخب هينجح ان شاء الله. كل التوفيق للجنه اختيار المدرب في النادي الاهلي، لجنه التخطيط والمتابعه، في الاستقرار باذن الله على المدرب الجديد. والمهم الافكار اكتر من الافراد، الفكره هي دي المطلوبه. ازاي هتجيب حد يطور، حد يقود تجربه جديده بعناصر جديده. كلكم تابعتوا الفترة اللي فاتت سواء في الماركاتو الأخير أو الماركاتو الشتوي، إزاي الأهلي دعم صفوفه، إزاي عنده وفرة عددية كبيرة جدا من اللاعبين المميزين، عنده عناصر صاعدة أيضا. فبالتالي المسألة محتاجة أفكار جديدة تقدر تخلق من هذه العناصر وهذه التجربة حاجة كبيرة إن شاء الله. باختصار وفي جملة، أن ينجح في إخراج أفضل ما لدى اللاعب، سلوكيا ونفسيا وفنيا وبدنيا. المدرب اللي عارف يخرج من كل واحد، ازاي يخلي استاذ ابراهيم ده لما اتكلم الناس تسقف له، طب الغلبان اللي قدامه ده لو اتكلم الناس تقول والله عنده حق. هو كده، ده الشخص اللي يستطيع يعمل كده هو اللي هينجح، او هو ده المطلوب في النادي الاهلي ان شاء الله. طيب دي
كل ما يثار على المدرب الجديد للنادي الأهلي، لكن عن التحكيم كيف أنه جهاد من أجل الفوضى، جهاد جريشة الحكم الدولي المصري، الحكم الأول في التصنيف المصري اللي أسندت إليه مباراة الأهلي وبيراميدز في كاس مصر، وقع في أخطاء تابعته الحلقة الماضية إزاي كل الناس أجمعت على أنه في 3 ضربات جزاء للأهلي في المباراة، بعض الناس قالت ضربتين وبعض الناس أو كل الناس قالت ضربة واحدة على الأقل بتاعت حسين الشحات، في ضربتين من لمسات يد واضحة جدا وصريحة. إذن الأخطاء المؤثرة في نتيجة المباراة محدش يقدر يتجاهلها. إحنا ما كناش ضد اختيار جهاد جريشة، محدش قلل من إن هو حكم راجع من كأس العالم ولعب كأس أمم أفريقية، حتى وإن كان في جدل كبير جدا أثير عليه، لكن كان الجدل الأكبر على قراراته في هذه المباراة. كابتن خالد الغندور قال حاجة نسبها لينا نسمعه وبعد كده نشوف. هنا السؤال بقى، هنا السؤال اللي أنا عايز أعرفه، هنا السؤال اللي أنا عايز أعرفه، هو إيه المؤامرة في تعيين جهاد جريشة؟ يعني جهاد جريشة اتعين حكم مصر الأول حكم في كأس العالم، تمام؟ هو فين المؤامرة في تعيين جهاد جريشة؟ هو جهاد جريشة ده مثلا حكم كرة يد، يعني ايه المؤامرة في اللي عينه؟ مش انا اللي عينته، لا هو اللي عينه. طب ايه المؤامرة؟ هو في حد متفق انه خلق يعني مش فاهم؟ لا انت كان عندك، انت عارضها ضروري عندك تعليق على هذا الامر. شوف احنا لما عرضنا الحلقة الماضية على تعيين جهاد جريشة لقلنا مؤامرة، وبالعكس اللي قاله الكابتن خالد الغندور انه حكم راجع كاس عالم حكم مصر الاول ما هوش حكم كرة يد، ما قللناش ابدا من كل السي في بتاعه. يا كابتن خالد اللي كان له رأي ضد جهاد جريشة وكفاءته رئيس نادي الزمالك، نفكرك 5/12 انا اسف 2015 الخطابات الصادره 998 ده خده صادر يعني طلع رسمي. السيد العميد النائب صلاح السويدي المدير التنفيذي رجاء ابلاغ مجلس اداره اتحاد كره القدم ان الزمالك يرفض بشكل قاطع ان يدير مباريات كل من الحكم محمود البنا، الحكم محمود عاشور، الحكم جهاد جريشه، لان لهم مواقف سابقه ضد النادي تؤكد عدم حياده ومكانته من نادي الزمالك، وستحدث مشاكل تحكيميه كبيره بسببهم ستستفز جمهور نادي الزمالك وتفضله بقبوله. وبعدها بعد كده جواب ابراهيم نور الدين. طيب انت صممت بقى شيل الشيله. انا نبهتك. ده رئيس نادي الزمالك للكابتن اسلام الشاطر لما كان بيقدم برنامجه في قناه المحور، وقال له خطاب صادر من نادي الزمالك في التحفظ على 3 أسماء على راسهم يا كابتن خالد جهاد جريشة لعدم كفاءته، لأنه بيستفز الزمالك، لأنه إذن مش إحنا اللي انتقصنا من شأن جهاد جريشة مع كل التحفظ على قراراته الغريبة جدا واللي أثارت جدل خبراء التحكيم، مش إحنا بس، لكن التحفظ على جهاد جريشة ما قالهوش رئيس نادي الزمالك في قناة المحور، لا ده كمان قاله في قناة أبو ظبي. لو عايز نفكرك بعد مباراة الزمالك والمقاصة واللي خسر فيها الزمالك، توجهنا إلى سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. سيادة المستشار، الزمالك انسحب فجأة وبعد ذلك رجع، شو اللي صار؟ التحكيم الفاجر، التحكيم الفاحش. جهاد جريشة واحد من 4 كاتب أسمائهم من 2 سنين ما حكموش للزمالك. طيب ما هو بص، كل وقت وله أدان. وهتجد التعليقات والمواقف تتباين يعني. وبعدين أنا عايز أعرف، ما كل واحد يقول رأيه وهو حر. أيوه. يعني أنا مش قادر أفهم إيه اللي حمقه قوي كده إن بيتقال كده، ويعني إيه الدفاع المستميت مرة واحدة؟ ها؟ ونسيوا المواقف كلها اللي كانت بتهاجم لما كان المشكلة بتطال نادي الزمالك. من حقنا ان احنا لما كلنا حقوق ما ناخدهاش. يعني ايه اللي مضايقك انت في هذا الامر؟
لحد جاب سيره نادي الزمالك، ولا قلنا الزمالك ورا الموضوع ده. يعني المباراه بين الاهلي وبيراميدز لا، حتى لو انت استفدت منه، افرض ان مصلحتك الاهلي يخرج يا سيدي، ما حدش برضه رغم كده قال ان انت اللي ورا الموضوع. فما تسيب الناس كل واحد ان هو يعني يعبر عن استيائهم اللي حصل. احنا ما حدش اتبلى يعني، دي مواقف تم طرحها صوت وصوره وتعليق من الخبراء عليه. ناقش. انا عايز اقول لك على حاجه، ده كان ابرزها واكثرها وضوحا من كريم حسن شحاته اللي قال لك لا، ضربتين الجزاء واضحين جدا. يعني انت شفتها؟ ايوه شفتها يا سيدي. هو مش هيعجبهم الكلام ده. انت فاكر يعني كريم هيعجب حد عشان قال الحقيقه؟ وهو ممكن الكابتن خالد نفسه يبقى شايف حاجه، لكن الظرف بيخليه يقول حاجه ثانيه. وبالمناسبه يعني، ولا بلاش، انا كنت عايز اكلمه في حاجه كده تبدو شخصيه لكن مش وقتها. اذا هي المساله للاهلي وبيراميدز. الاهلي عنده تحفظ على مستوى التحكيم، كل خبراء التحكيم اتفقوا مع وجهه نظر الاهلي. واحنا على فكره جهاد جريشه لما اتكلمنا، ليه اتكلمنا على الاخطاء دي وخلاص طفح الكيل زي ما بيقولوا؟ لانها متكرره مع الاهلي. ايوه، اخر سنتين مفيش ماتش للاهلي مفيش فيه مشكله من هذا النوع، وكلها ضد مصالح الاهلي، ولا قرار طلع منك لمصلحه الاهلي. فمن مع تكرار طبيعه الخطا يعني، الاقي ضربه جزاء الحكم الخامس ورا اللعبه او فوق دماغ اللعيب، وحكم الصفاره قطري عليه، الاثنين ده ورا اللعبه شايفها، وده هناك الصفاره في بقه في المرتين، ومفيش قرار. ده حط ايده على ودنه. الحكم يعني مفيش اوضح من كده. فبالتالي يعني احنا بنتكلم في دي المؤامره، هو بيسال على المؤامره. احنا بنقول لما الحكم الخامس يبقى شايف وهو عنده زاويه رؤيه، مفيش مخلوق بينه وبين الواقعه، ويتكرر ده، قول لي ايه؟ فصار لي. يعني يبقى المبرر انه بره ال 18 مش جنب اللعبه؟ لا، ده بيجوا من السنتر يصفروا على ضربه جزاء مش بالظبط. وبعدين هو الاهلي قال ايه؟ الاهلي اول حد طلب حكام اجانب لو تفتكروا، لانه طلعت اصوات بعد كده تقول لا، الاهلي النادي الوحيد اللي ما طلبش حكام اجانب. هو مش اصوات. هو قال لك ليه؟ هو الاهلي مش عايز اجانب ليه؟ مش عايز الفار ليه؟ الاهلي مش ان احنا باعتين جواب رسمي بهذا الكلام بالظبط في المطالبه بحكام اجانب، في استخدام تقنيه الفار لحل المشاكل وحفظ الحقوق، لبذل اقصى جهد ممكن للارتقاء بمنظومه التحكيم يعني لضمان العداله بين الانديه كلها. ده كان خطاب الاهلي مع بدايه الموسم اللي فات لما اثيرت كل هذه المشاكل، وتجدد الخطاب مؤخرا. اخر خطاب الاهلي بعته بعد مباراه بيراميدز سجل اعتراضه الحقيقي على ما يحدث من اهدار لحقوق ظاهره جدا وغير مبرره وغير مفهومه. وبعدين هو انا بقول لك هات حكم الفار او هات تقنيه الفار في مبارياتي، بس انا بقول لك بذل كل الجهود الممكنه لتوفير هذه الخاصيه لحفظ حقوق كل الانديه. انا عايز العب في مجال تنافسي نظيف يدي الحق لكل الناس. ايه اللي في ده من صعوبه؟ لكنه يتقال اصل الاهلي قال انه تعيين جهاد جريشه مؤامره. مين قال مؤامره؟ جت منين؟ لكن فكره ان انت دلوقتي شايف جهاد جريشه كويس؟ لا، انا قلت لك انت كنت شايفه ازاي؟ وانت شايفه على مستوى رئاسه النادي مش كاصوات اعلاميه. بس هو ده جهاد جريشه اللي في فتره من الفترات كان المطلوب جدا للزمالك، في المكالمه الشهيره اللي جمعت ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد والكابتن وجيه احمد رئيس لجنه الحكام وقتها. نفكركم. بس احنا عاوزين المرحله الجايه ده نعديها. يعني بص، امبارح محمد فاروق كان 10 10 محدش قدر يتكلم، كلمته بتوع الوصول قلت له اظن ما قالش كلام. ده طلع مع خالد الغندور ماله وقال التحكيم محترم، وخالد الغندور بيقول له طب مش عارف ايه والحكايات البلاغه اللي انت هتذبه قال فيها ملوش دعوه بالرشوه. انا متفق مع المجلس ان هيمشوه في شهر في يناير، ولكن هو بالنسبه للرشوه ملوش دعوه بالرشوه. الرشوه دي كان حكامه متفقين على عايزين يحطموا النادي وعايزين يخسروا النادي والكلام ده، ولكن ملوش دعوه بالرشوه خالص، هو بعيد قوي عن الموضوع ده. تمام. لا بقول لك هو غلبان. خليني اتكلمت معاه، انا قعدت معاه
قلت له عشان خاطري عشان خاطري هجيب لك مين؟ عاوز تجيبه على كمال غندور ايه؟ ولا عصام صيام؟ يا عم الكابتن نظيف اصله مش قلت له بعد اذنك انت ليك حاجه واحده قبل الماتش احنا مش هنجيب قال لي انا مش عارف حد يحكم لي انا مش عارف حد يبقى عليا قلت له جميل هنجيب لك حكام دوليين محترمين وانا جايب له حكم وانا جايب له حكم هو بيحبه وهو مبسوط منه اللي هو مين الماتش ده؟ ماتش الزمالك والمقاصة جايب له مين؟ جايب جريشة زي الفل زي الفل ملوش حج زي الفل احسن كده احسن زي الفل زي الفل ما تقولش لحد خالص كلام لا انا اقول لك انت بس انت عارف ليه انا بسكته بالكلام ده ليه؟ عشان يبعد عننا ما هو خلي بالك هو برضه سن طيب احنا يعني اتكررت واتذاعت واتقالت بس بنضطر لان يعني بيزج باسم الاهلي وكانه ليس مطلوبا منك ان تدافع عن حقوقك يا اخي بمجرد ما تدافع عن حقك الدنيا تتقلب طب تعمل ايه؟ يعني ما هو المطلوب؟ الامتثال لكل ما يحدث من اضرار متكرره بشكل يقترب من العمد ما ينفعش لازم اما بنقول للناس وبنفكرها عشان عايزين نصوب للي جاي مش عايزين نعمل مشكلة هي عايزين نصوب للي جاي ونتمنى أن يتم التصويب طيب الحكام بقى يعني تعيينات الحكام على ذكر جهاد جريشة اتعين للأهلي طب هو في آخر سنتين بلاش ناخد الموسمين موسم آخر موسمين على التوالي آخر موسمين الزمالك أكتر حكم لعب له محمد عادل 9 مباريات في آخر موسمين الصباح وأمين عمر كل واحد لعب للزمالك 7 مباريات محمد معروف وعاشور وأحمد الغندور كل واحد لعب له 5 مباريات إبراهيم نور الدين لعب 4 مباريات محمد فاروق لعب 3 مباريات البنا وطارق مجدي كل واحد لعب ماتشين جهاد جريشة اللي الكابتن خالد الغندور شايفه إن الحكم ومحمود بسيوني وطارق سامي كل واحد لعب مباراة واحدة للزمالك في موسمين ده لأنه الزمالك قال أنا مش عايز ده وحدد الحكام اللي مش عايزهم عشان تشوفوا التعيينات في آخر سنتين كانت بتتم بالاشتراطات إزاي مش عايز ده ففي سنتين الدوري في كل موسم 34 مباراة يعني الفريق لعب 68 مباراة يا باشمهندس يحكم جهاد جريشة مباراة واحدة للزمالك ده في 17-18 ولا مباراة في 17-18 ولا مباراة صفر احنا بنقول ده ليه يا جماعة هي الفكرة كلها حكم عنده مشاكل متكررة مع هذا النادي مع هذا الفريق ايه السبب الله أعلم محدش يقدر يتهم حد لأنه لو اتهمنا حكم في ذمته لا لازم يقعد في البيت المؤكد ان احنا حكامنا لابد ان احنا نديهم قدر من على الاقل الثقه في انه مش ممكن يكونوا عناصر غير نظيفه مش ممكن ابدا لكن في اخطاء فنيه في اخطاء فنيه في شخصيه مرتبكه في ضغوط شديده بتمارس في حكام متفاعلين مع السوشيال ميديا وبيتاثروا مع الوهج بتاع السوشيال ميديا فبيهتزوا في الملعب والصفاره بتهتز قد يكون لكن المؤكد انه في اخطاء فجه جدا غير مفهومه طب لما يبقى عندك حكم متكرره منه هذه الاخطاء تجاه فريق واحد تكرره ولا لا ربما كان من المبشر انه الكابتن سمير محمود عثمان رئيس لجنه الحكام الجديد في لقائه مع الكابتن سيف زاهر يوم الخميس اللي فات قال على سياسة اللجنة الجديدة نشوف هتلعب طبعا خلي بالك كابتن انا واحد بس دي ما لهاش عند برضو دي نعب بقناعة انما لو انا عارف ان الحكم ده عنده مشاكل مع الفرقة التانية من الذكاء مش هوديه اصلا وخلي بالك انا بعمل على طول خطوات استباقيه انا مش هستنى النادي اللي يعترض ما انا عارف ما خلي بالك ما انا قاعد معاهم في نفس المكان انا عارف الانديه دي مش عاوز الحكام دول عشان في مشاكل ما هو النادي خلي بالك كابتن سيف مش عاوز الحكم الفلاني عشان في مشاكل المشاكل دي مش عنده هو بس وانا كمان عارفها اكيد مش هوديه من الاول يعني مش هدي فرصه ان النادي يقول لي انه مش عاوز
شوف الموقف صعب. ايوه. ورئيس لجنه الحكام ما بيبقاش عنده السلطه المطلقه زي ما الناس تتصور هذا الامر يعني. لان ما فيش اتفاق على اي شخصيه داخل اتحاد الكوره. ايوه. في قياده سفينه الحكام. الحكام منقسمين دايما. وتجدهم مجاميع، مجموعه عايزه فلان ومجموعه عايزه فلان. والحكم زي اللعيب، اللاعب اللي ما بيلعبش بيكره المدرب. فالحكم اللي ما بياخدش الماتشات المهمه بيكره رئيس لجنه الحكام. لكن مؤكد ان عدم تواجد رئيس لجنه الحكام في ضمن تشكيل مجلس اداره اتحاد الكوره ده لمصلحه الكوره، ويدي للمجلس فرصه رقابيه. بالظبط، رقابيه صحيح. وانا بقول لك يعني انا رحت برشلونه، زرت في الكامب نو ولفيت في اروقه النادي برشلونه، ورحت مقر المبنى بتاع الحكام. ملوش دعوه بمبنى اتحاد الكوره، مبنى ضخم، دورين مستقل، دورين كبار زي مول كده، مقر الحكام ومستقل تماما. عندما يشعر الحكام باستقلاليتهم ماشي، يبقى الدور بس رقابي بتاع اتحاد الكوره، دور رقابي. ولكن ان اي واحد يرفع سماعه تليفون يشكل ضغط عليهم، ما مش هتشوف منهم غير الارتباك والاخطاء اللي بتشوفها دي. والاخطاء اللي بتشوفها مش احنا بس اللي اتكلمنا عليها يا كابتن خالد. المباراه اللي فاتت كابتن كريم حسن شحاته كان واضح رايه جدا، نفكركم بيه تاني. جزاء لصالح النادي الاهلي واضحه وصريحه. يعني الكره بقى جايه من مسافه بعيده ومفيش حد مع الراجل ده، الراجل معرفش يسيطر على الكره بفخده، فالكره هربت منه راح جايبها بايده، ضربه جزاء. كره فيها كلام، خلينا نشوفها كده مع بعض. حسين الشحات حب يعدي، حصل عرقله اعتقد 21 ده احمد ايمن منصور ولا محمد حمدي، محمد حمدي. عرقله واضحه لحسين الشحات، برضو دي ضربه جزاء، هي باينت في الاعاده الخلفيه. ارجع تاني يا وليد كده معلش. ضربه جزاء للاهلي برضو. خلي بالكوا بصوا، عشان بس في ناس هتقول ايه قدام التلفزيون الزملكاوي، يقول لك يا عم كريم انت مالك متحمس الاهلي. انا بتكلم بقى بدون انتماءات، ولا اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز، نتكلم في كوره حق ربنا. لا، ضربه جزاء اهي، اهو الكوره عدت، محمد حمدي قلش الكوره او جلاها، حسين الشحات اتعرقل اهو برجلين اتنين من محمد حمدي. لو ضربات الجزاء دي للزمالك هنقول، لو للاتحاد هنقول، لو لبيراميدز هنقول، ماليش علاقة بتيشيرتات الفرق مين. طيب يعني خلاص، ما اسكت يا ابراهيم، ما تزعلش الناس منك، ما تتكلمش على اخطاء التحكيم. هل احنا عايزين نتكلم على اخطاء التحكيم؟ هل احنا فرحانين ان الماتش يبقى فيه اخطاء تحكيم؟ طب انا هفرح وانا مظلوم؟ طب هفرح وانا ظالم؟ مؤكد لا طبعا، مؤكد ان انا لو خرجت من الماتش وانا شاعر ان انا كسبته بخطا تحكيمي، وده بيحصل، في حد اخر اتظلم، بيحصل احيانا طبعا، بس مش كتير يعني، لكن بيحصل احيانا، بتبقى من جواك مش مبسوط، مش سعيد. محدش عايز الحكم يخطئ، لكن عايزين الحكم اللي يخطئ يبقى مش في اتجاه واحد، والخطا مش متكرر، والمعيار الواحد في المباراه الواحده ما يبقاش مختلف. ده اللي بالنادي بيه. يا رب نشوف اليوم ده، يا رب نشوف اليوم ده، لكن الحقيقة واضحة زي الشمس. بعد الفاصل. من جديد، الحقيقة واضحة زي الشمس. الأهلي دخل في مفاوضات مع لاعب كرة اليد الناشئ الصاعد حسن وليد، هداف بطولة العالم الأخيرة اللي فازت بها مصر، وكانت قصة كبيرة. الأهلي قال وجهة نظره، قدم عرضه. كلامنا ربما يكون من جانب واحد، لأنه في أكتر من جزئية لابد من تناولها.
هتحكي ولا اسمعك رئيس نادي الشمس؟ لا اسمع الاول، لان احنا كنا على الهوا لما طلع الاستاذ اسامه واحنا في حلقه ابو زيد عشان الماضيه اعرف احكي يعني. كان الزميل العزيز الاستاذ اسامه ابو زيد وهو صحفي في اخبار اليوم له كل التحيه والتقدير، رئيس نادي الشمس وعامل تجربه رياضيه هايله، عمل مداخله في قناه اون سبورت. اسامه بالمناسبه كان رئيس تحرير مجله الزمالك، اي انه ابعد ما يكون عن مجامله الاهلي في الواقع دي. حكى قصة عرض الأهلي لحسن وليد، نشوف إيه الحكاية ونشوف المهندس عدلي رأيه في اللي حصل. هتودي حسن فين وإيه موضوعه؟ بص الموضوع ده بقى شائك، وبقى شائك جدا مرة واحدة. يعني حسن ده أولا مجموعة فريق 2000 دي مجموعة النادي ليه دور كبير جدا معاها سنين طويله جدا، يمكن وانا من عضو مجلس اداره كنت متابع الاولاد دول ومعاهم دايما، فدول ولادنا. انت حاجه طلعت على ايديك، لكن هم فعلا لعيبه مميزين جدا، هم المستقبل يعني. فبالتاكيد حسن كمان ربنا كرمه جدا في البطوله الاخيره دي، لكن ان انا كنت اتمنى ان الفيديو اللي نزل ده اللي هو الرجاء كان يبقى رجاء في المكتب، يعني ما كانش ليها لازمه خالص ان انا اطلع واقول كذا، لان دي فتحت اقاويل كتير جدا. جهاز المنتخب كله جهاز زملكاوي زي ما حضرتك عارف، احنا بنبص لده مال عام، وان احنا لازم نحافظ على المال العام ونحافظ على مصلحه النادي. اللاعب كان النادي الاهلي في الفتره الاخيره هو الاكثر جديه، دي حقيقه، هو والناس كانت بتتواصل والناس كانت بتبعت فاكسات، وكانت تفاوضات يمكن قطعت شوط كبير جدا، يمكن الامور توقفت النهارده لان الامور دخلت بشكل جدي جدا جدا، وفي اتجاه داخل اتحاد كره اليد ان هو يدي اللاعب لنادي الزمالك. ده واضح جدا من بدايه الكلام، مانشا النصر عايز يوديه نادي الزمالك وشايف دي مصلحته اكيد، والجهاز الفني اللي كان معاه هناك ضغطه على الولد. النادي الاهلي بعت عرض محترم جدا، بعد كده الزمالك بعت، والقرار اللي في النهايه الاتحاد اعتقد حسب الكلام اللي وصلني رغبه اللاعب والكلام ده كله. هو بسرعة خطف الحقيقة بس صادق في كل كلمة قالها. وده أنا بس برد على بعض الشباب الذي يقسو على ناديه دون علم، عمالين يهاجموا ويقول بطء وانتوا فين وعم مش عارف ايه. احنا اللي اتحركنا، واحنا اللي اتحركنا بدري جدا، واحنا اللي ضغطنا لدرجة ان انا جات لي مرحلة وانا بتفاوض مع نادي الشمس كلفت ان انا اتواصل في مرحله معينه، يعني الملف ده كان مع ناس ووصل الحرص ان في اعضاء مجلس اداره كانوا مكلفين بالاتصال، والناس كانت عامله مجهود جامد جدا بتتصل بنادي الشمس وكل من له علاقه بنادي الشمس وبالاتحاد وما كل من له علاقه بالاتحاد. وجالي الاستاذ طارق قنديل وقال لي تعرف الكابتن هشام نصر؟ قلت له ده اخويا الصغير، انا كنت مدير فريق قومي، هو كان لعيب معانا وراجل على خلق وكويس جدا يعني. أيوة. قال لي كلمه لنا علشان في لعيب عايز من نادي الشمس احنا عايزينه، كان اول مره يعني. ف كلفت من اداره النشاط ومن الكابتن الخطيب ان احنا ان انا اتابع هذا الامر. كلمت انا الكابتن هشام نصر، اول ما قلت له الو لقيته زي المتوقع مني هجوم او حاجه. يا كابتن عادلي ما هو احنا مش بنبتدع، احنا من حقنا نقول مصلحه اللاعب فين ومصلحه اللعبه. يا سيدي استنى بس، انا ما قلتش حاجه لسه. قال لي لا احنا واخدين قرار ان الاتحاد هو اللي يودي اللعيب وهو اللي يتحكم فيه عشان مصلحه اللعبه ومصلحه اللعيب. قلت له خلاص جميل جدا، انت شرحت لي دي، بس هل ممكن انا بقى عشان اتحرك معاك في هذا الاتجاه وابقى مقتنع واقنع النادي حتى ان لن يقع عليه ظلم اذا كان دراساتك وتحليلاتك مش هتجيبه النادي الاهلي؟ ايه المقاومات؟ ايه الاسس اللي انت حاططها فنيا ان ده ما يناسبش الاهلي يناسب الزمالك؟ يعني يحصل ايه؟ يعني لما يكون مثلا في مكانه لعيب او اكتر دوليين مثلا احد العناصر فما تودهوش عشان ما يقعدش يتكدس؟ يعني اديني الكريتيريا اللي انت على اساسها هتشتغل. هنا مش اقوم انا بقى ادور على من يناسبني اقول ايه؟ طب انا عندي مين؟ لا السكه دي هتبقى مقفوله قدام اتحاد الكره، هيقول كره اليد هيقول لك بلاش عندك عشان ده مش هياخد فرصته.
فعايزين نتعاون فيها كابتن هشام. انا مش لا بهاجمك ولا بتهمك ولا بالعكس، احنا انا عايز ان انا اذا كان دي سياسه، ولو ان انا مش شايفها صح، لان في الاخر من ناحيه الرياضيه والانسانيه لابد ان تكون رغبه اللاعب هي الحاسمه. وكان عندي معلومات انه مستطلع رغبته واسرته واتقال ساعتها انهم اهلاويه يعني وبيرحبوا بالنادي الاهلي. يجوز اتقال الكلام ده لان ما كانش الزمالك في الصوره ساعتها، الله اعلم. رحت متصل ب الاستاذ اسامه. راجل محترم جدا، رنيت رد عليا كذا 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 كذا. انا تعاملت معاه طبعا قبل كده في لاعب كوره تحت السن، هو راجل موضوعي بيهمه مصلحه النادي. انت وصلتوا لايه؟ قال لي يعني احنا وصلنا 1.5 مليون، لو 2 مليون ابعت لك اللي استغنى بعد ساعه. ومنك للاتحاد. قلت له هتبقى بيني وبين الاتحاد حوار، يعني على اساس ان يقول لي ليه، وانا ما انا درست بقى الموقف عندي، لقيت ان انا ما فيش اي عائق يمنع فني ان هو البوزيشن بتاعه او المركز بتاعه محتاجينه. محتاجينه فعنده فرص لعب. رحت كابتن رؤوف كلم استاذ محمد مرجان، عايزين جواب دلوقتي يطلع نادي الشمس ان احنا موافقين على 2 مليون جنيه. واتبعت الجواب. استنى ان يترد عليا. انا قاعد بقى لما يكون في مهمه زي كده بعتبر ان انا في يعني ورشه عمل. ففضلت قاعد يجي 4 ساعات بعديها عند رؤوف. ما حدش رد عليا. اتصلت ما حدش رد عليا. تاني يوم ما فيش رد. تالت يوم ما فيش رد. كلمت احد الزملاء هناك برضو استاذ اسامه صلاح، يعني قلت له ايه الحكايه؟ اسامه ما بيردش عليها وبتاع. قال لي يعني فهمت ان في ايه مشكلة. عروض احراج اوصل. طب قلت له وانا هفضل ازايد على نفسي؟ يعني شبابنا اللي بيقول النادي الاهلي متكاسل، لا ده احنا وصلنا ان احنا داخلين مع نفسنا، احنا اللي انت اللي بتعلي على نفسك. هو بيقول لي انا عايز عرض اكبر عشان انا عندي ضغوط وعندي. فقلنا بالتليفون 2.5. كل ده كان الايام بتتوالى، وطبعا النتائج بتاعت كره اليد بتتقدم لحد ما جينا قبليها ب 48 ساعه بالظبط. اما هو النادي لما مصر هتلعب الفاينل، قلت له يعني عايزين نحسم الموضوع ده، مش معقول هنستنى. يعني انا مش هقدر ازود عن كده، يعني مش معقوله انا بزايد على نفسي دلوقتي. ابعت لي 3 الكابتن. بعتنا 3 وقلنا لهم في انتظار ردكم النهائي لاتخاذ الاجراءات، بتفاصيل اتخاذ الاجراءات اللي هي على شيك 1 على 2 على 3 كاش. تاني يوم مفيش رد. جينا يوم المباراه مفيش رد. كسبنا كنا بقى كتبنا الشيك خلاص، مفيش داعي يعني ننتظر رد وهندفعه كاش. وراح مندوب بتاعنا ابتدى، لقى مندوب الزمالك هناك وابتدى الموقف يتغير 180 درجة. لحد بالليل ما اتقال ان في فيديو جه الجهاز الفني بعته مصورين اللاعب بيقول رغبتي الأولى والأخيرة لعب الزمالك. ودي كانت دي المفاجأة بقى اللي خلتني قلت خلاص، طالما ان وصلنا لمرحلة ان اللاعب سواء مضغوط عليه، سواء تم اقناعه، سواء شاف ان دي مصلحته، وده منطقي جدا انه قاعد مع الجهاز الفني بتاع المنتخب اللي لسه بينه وبينه مشاوير، واللي هو بينتمي لنادي الزمالك، واثنين من اكتر اللعيبه اللي انا بحبها مجد ابو المجد وحسين زكي، وشايف انهم كوادر رائعه وفنياتهم رائعه، بس ما كنتش افضل ان احنا نحرجهم وندخلهم في الموضوع ده. يعني انا ما احبش ان الاجهزه الفنيه بالذات يبقى لها دور في القصه دي. وفي كل الاحوال لو كان جه واختار نادي الزمالك كانت خلصت، يعني ما حدش الموضوع خلاص. اتحاد الكوره عايز يروح الزمالك رغم ان في البوزيشن بتاعه موجود يحيى درع احسن باك
ليفت في مصر، وموجود ابن المهندس الاستاذ هشام الكابتن هشام نصر، ابنه بيلعب في نفس البوزيشن. لكن هو تقدير اتحاد كرة اليد هتعمل ايه؟ انت موافق مش موافق، عجبك الكلام مش عجبك الكلام، الامور مشيت بالشكل ده. ما قاله واكدوا، انا ما رضيتش احكي غير لما اسمع الاستاذ اسامه قال ايه، هو حكى بالظبط اللي حصل. ولذلك احنا يعني طيب افرض الاهلي عايز لعيب تاني برضه هيتوجه ولا ولا الاهلي هيعرف ياخده؟ يعني هي الفكره هنا كده، ما تخلينيش ارتاب، مش عايز انا فرحان. طب انا ليه ما اتكلمتش قبل كده؟ مش عايز ابوظ فرحه المصريين، الناس فرحانه وفي اتحاد اشتغل بشغل كويس، عايزين نبارك له، وعايزين ومش عايزين نحس بغضاضه، الدنيا مش هتتقلب وباذن الله النادي الاهلي بان برضه فرقه كويسه مش وحشه، وبرضه وعنده العدد الاكبر في وباذن الله هنستمر في محاوله تدعيمها. الا اذا بقى في حد هيمنعنا باستمرار مش عارف هنعمل ايه ساعتها، لكن هنظل على هذه واللي هيشترينا هنشتريه. اللي هيشترينا هنشتريه. فدي الحقيقة الكاملة المجردة. طيب أنا وأنت برضو من أصحاب الخبرات الكبيرة كمان في اتحاد كرة اليد أو إدارة اللعبة، دور الاتحاد يعني فكرة أن الاتحاد يبقى له رأي في توجيه مسار اللاعبين، أنت عارف هو الرد ما هي مش جديدة، زي ما أنت بتقول الكابتن هشام نصر قال لك إحنا ما بنبتدعش حاجة، لأنه قيل انه استنى هذه السنه الدكتور حسن مصطفى، مش دي استنى حاجات تانية. انك انت اللعيب اللي فوق 30 سنه اعتزل، واللعيب اللي عنده مشكله مع ناديه من حقه انه يختار يتنقل بره موسم الانتقالات، كان في شويه حاجات كده حلول استثنائيه لبعض ماشي المشاكل. ماشي 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 ماشي، بس ما تبقاش برضه في اتجاه واحد. انت لما لو شفت تكوين فريق الزمالك من سنتين وشفته النهارده هتكتشف ان كل اللعيبه الدوليين تقريبا راحت هناك. بتحويل المسار. وعن قناعه، وانت لو جيت لو قلت اللعيب وانت انت الاتحاد وانت مدرب الفرقه القوميه وانت عايزك تروح في الحته الفلانيه مهما كان شعوره هو. فيعني واحنا عايزين المنافسه وعايزين كل حاجه، بس عايزين الفير تشانس. لا نطلب في اي حاجه غير المنافسه الفرص. وتكافؤ الفرص والفير تشانس. انا عايز اصرف، وانا عايز ارعى اللعبه، وانا عايز اطور معاك، وعايز ايدي في ايدك اتحاد اللعبه. لكن لو خدناها من منهجيه ان احنا في اولا واخيرا منتمين، الوضع مش هيبقى صح. خاصه دلوقتي عندك كل الاتحادات تقريبا يعني السباحة، اليد، الطائرة، السلة، يعني ايه تاني، كله أجهزة من الزمالك. ونتمنى ان الموضوع ودي السنة اللي فاتت ظهرت لما جينا نشترك في البطولة العربية وفي آخر لحظة اتغير الأهلي ودخل الزمالك بدال. أنا عايز أقول خلينا يا جماعة نشتغل للعبة، خلي الاتحادات هي مهما كان انتمائك، مهما كان انتمائك، إنما الناس كلها تشعر إن أنت الذي ترعى مصالحها، وهنا المسؤولية والأمانة أمام الله سبحانه وتعالى. أن نشعر إن إحنا لما بنيجي حتة بننسى عواطفنا وبنفتكر المصلحة الصح. نتمنى، لأنه كمان حتى الكلام على إنه الاتحاد أي اتحاد يبقى واصي على انتقالات اللاعبين، هنا المساله يبقى فيها علامه استفهام، لانه لو ده متروك او يا استاذ ابراهيم حط لي معايير مسبقا، مش مع كل وقعه تفصل لي، قول لي من الاول الاتحاد اذا كان في لاعب عايز ينتقل برغبته الى النادي وتتوافر الشروط 1 2 3 4 في هذا النادي، الاتحاد لن يمانع، ولكن اذا لم تتوافر الشروط يبقى من حق الاتحاد يقول له النادي الفلاني انسب لنا قبل ما يحصل الواقع. لا، هو احنا هنبتدع قوانين يعني نبتدع سواء اللي بيتقال ده كلام غير قانوني وغير منطقي. انا كاتحاد، بلاش اتحاد اليد، اتحاد الكوره، اتحاد الكوره يقدر يقول مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي فيه 3 لعيبه كويسين، الاهلي مش من حقه يجيب حارس مرمى،
لو الاهلي بيفوض حارس مرمى لا ما تروحش الاهلي، روح الاسماعيلي عشان تلعب، ويبقى ده حظر قانوني؟ ده كلام مش مفهوم، لانه هذه المعايير كل اتحاد هيفصلها على حسب اهوائه، وهتفتح الباب دايما وابدا لاجتهادات غير طبيعيه وهتخلق مشاكل. الصح المعمول في كل العالم الانتقال حق انساني للاعب، رغبه شخصيه للاعب، توافق في الرغبتين بين الطرفين اللاعب والنادي، ثلاث اطراف الناديين بالزبط. المنتقل منه والمنتقل اليه النادي الاصلي صاحب اللاعب بيحدد مبلغ، هو في الاخر قيمه اللعيب من نفسه عنده من الذكاء انه يعرف انه لو راح حته هيبقى في الجراج مش هيروح لها، لكن لما يبقى الاتحاد هو اللي بيوجهه هيضطر يروح. لا هو انت ليه انت فاهم قصدي في النقطه دي؟ لا انت ليه طلعت له بطاقه انه ده ما ينفعش يلعب الا جناح؟ طب ما انا يجوز كنادي عندي زحمه في المكان ده، مدربي هيقدر يطوع قدراته. أرد عليك لو انا عايز اجادلك يعني اه ها هقول لك لا انا مصلحه المنتخب انه يلعب كده جناح، هتغير لي مركزه يبقى انت بتضر المنتخب. بص يا استاذ ابراهيم، دي وصايه مش مفهومه مش ما خلاص بقى، ما احنا لحد ما تتغير حطوا لنا معايير، لكن يبقى مفهوم بقى اللعب على المكشوف بقى، ان ما حدش يجي يقول للاهلي انت بتعمل وكانك حققت نصر على النادي الاهلي، ايه النصر اللي في كده؟ أنا سبقتك بخطوة في التفاوض وحطيت كل المبالغ اللي طلبت مني وزيدت على نفسي، وصلت لمرحلة التنفيذ النهائية، يعني أنا عندي جواب. أنا لو عايز أرابط يعني ها بس أنت هتروح في تشتكي لمين؟ أنا جالي جواب رسمي، قلت لهم ببعتوا لي جواب رسمي مش الكلام بالبق كده، قلت له أنتوا له 3 مليون وقلتوا قبل كده 2، ابعت لي جواب اطلب مني 3 مليون وتقول لي فيه، لو بعت لي ال 3 مليون يبقى في اتفاق. فبعت لي هذا الجواب فرديت عليه بالموافقه، المفروض ان ده عقد. ياتي دور الاتحاد هيقول لك، هيقول له انت نادي نزلت الدرجه الاولى ها وانا من حقي انا اللي اخد بقى، يعني زي المجلس الحزبي نزلت الدرجه الاولى انا اللي واصي على اللعيبه الدوليه اللي عندك، انا اللي اقول تروح فين، وفي الاخر كمان جودها جاب لها رغبه بعد ماتش النهائي مصورة ان اللاعب عايز يروح الزمالك، انتهى. عشان كده يا جماعة لابد من ضوابط واضحة ومعلنة للجميع، لكن اللعب بتأثيرات زي كده مش هيخلق حالة إيجابية في الوسط الرياضي من المؤكد. حط قواعد وحط معايير واضحة وهتسحب البساط من نادي يستطيع ان يقدم لمصر الكثير. بالظبط، يعني نادي الأهلي بعد شوية لو تكرر الأمر ده معاه هيقول لك ما بلاقي وجع اللي بصرفه على الهاند بول والدوشه دي، ما انا اركزها بقى في حته تانية عندي يعني. طب انا اقول لك حاجه وانا ببشر باذن الله، بس ربنا يكرم بقى صبت. اللي اتعمل في كره السله السنه دي يا جماعه بسم الله ما شاء الله، مش هقول اكتر، مش هقول اكتر من كده في تدعيمات وبناء فريق، مش هقول اكتر من كده، يا رب تكون المفاجاه سعيده باذن الله. وفي تدعيمات اخرى انت بتقول لي في السباحه اخرها؟ لا كان في سباح مميز جدا 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 في الاتحاد السكندري مواليد 2000 الحمد لله النهارده جه. اشكر الاستاذ محمد مصلح عليه، ودي ثمره لما يبقى المجالس والقيادات متفاهمه بتتبادل المصالح، اعتقد شيء جميل جدا في الرياضه هو ده المطلوب. وانت اخبارك ايه معايا؟ الاهلي خسر من بيراميدز وخساره زي ما قلت لكم خرجت الاهلي من الكاس، الهزيمه او الخساره الثالثه للاهلي من نفس الفريق مساله سلبيه، الرابعه قياسا على انه قبل كده الاسيوطي ليكن، لكن اللي غير مفهوم انه تتحول المساله لدى بعض الاعلاميين الى نوع من السخريه والتهكم من الاهلي والاعلاميين الزملكاويه. فريق خسر من فريق، انت اخبارك ايه معايا انا شخصيا بقى؟ نادي الزمالك المنافس المباشر التقليدي للنادي الاهلي وعمد الكره المصريه، مفيش كره مصريه بدون اهلي وزمالك، ودايما وابدا انا مقتنع بانه مفيش اهلي قوي بدون زمالك قوي، كل ما الزمالك بيشد حيله ويقوي فرقته الاهلي بيشد حيله اكتر ويطور افكاره وفرقته وافراده، الزمالك ياخد الدوري سنه فيرجع الاهلي في خلال السنه اللي غاب فيها
عنه الدوري يركز ويطور ويغير وينطلق ياخد الدوري بتوصل لسبع مرات ردا على مره ضاع منها ضاع منه الدوري فيها. هو ده تاريخ المسابقه وده تاريخ الكره المصريه. بصوا باستمرار الفتره اللي الاهلي بيفقد فيها اللقب سنه او سنتين اكتر او اقل يرجع بعديها بقوه يبعمل تجربه يفوز بيها او يحتكر بيها الالقاب والدوري بالخصوص سبع مرات ودي اتكررت. بس لما نسمع محاوله التقليل من الاهلي وقيمته عشان خسر من فريق زي بيراميدز في ظروف تحكيميه كلكم شفتوها واخرها المره اللي فاتت كل مباراه للاهلي وبيراميدز فيها علامه استفهام كبيره لم يوجب عليها حتى الان. خلينا نتكلم في الاخطاء البشريه والمسامح كريم. يعني هو حتى يعني الاحداث شوفوا تترتب زي النهارده خبر ان جريشا بيحكي في البطوله العربيه بعد المباراه على طول راح على يعني ما تحطوناش يا جماعه في علامات استفهام باستمرار تطلبوا مننا ان احنا نكون تفكيرنا متوازن. يعني لازم هيروح يحلل في الاتجاه ده تفكير انتقائي يعني انتقائي تفسير انتقائي على طول. يعني لما الاقي واحد اثنين ثلاثه اربعه احداث عماله تترتب على بعضها مطلوب مني انا اشوف حق الاهلي بيهدر يعني يتعمل فيه ايه؟ لا لازم اعلق عليه. صحيح. وارجع اقول لك اخبارك انت ايه معايا بقى؟ الاقي الاهلي كسب الزمالك المنافس المباشر بتاعه. مش هنتكلم لا على بيراميدز ولا الاسيوط ولا اي حد. هنتكلم على المنافس الكبير المباشر نادي الزمالك الشقيق الكبير. النادي الاهلي فاز عليه خمس مرات متتاليه خمس مرات من 8/11 سنه 25 ل 20/4 سنه 28. الاهلي يكسب الزمالك 6-0 دي كانت بطوله القاهره ويكسبه 3-0 ويكسبه 2-1 ويكسبه 2-1 ويكسبه 1-0 ده امتى؟ من 25 ل 28. بس دي قديمه قوي دي في العشرينات يا محمد مصطفى زميلنا النابه في الاعداد والمنقب الدائم عن مثل هذه الحقائق في العشرينات. احنا ولاد النهارده. طب ايش حالك اليوم بقى؟ ايش حالك اليوم؟ الاقي يا اللي بتكلمونا على بيراميدز الاهلي من 4/11/2004 ل 16/10/2005 كسب الزمالك اربع مباريات ورا بعض. في الدوري الممتاز كسبوا 4-2 في 4/11/2004 في 12/2/2005 3-0 في 25/9/2005 كسبوا 2-1 في دوري ابطال افريقيا 16/10/2005 كسبوا 2-0 اربع مرات متتاليه في 2004 ل 2005. طب ما نقرب ما تجرب وتقرب تقرب شويه نقرب اكتر. خمس مرات متتاليه من 2000 من 2/7/2007 ل 27/7/2008 يعني سنه واحده في غضون سنه واحده 12 شهر خمس مرات متتاليه يا اللي بتكلمنا على بيراميدز. في كاس مصر الاهلي يهزم الزمالك 4-3 في 2/7/2007 في الدوري 17/9/2007 الاهلي يفوز 1-0 في الدوري في 14/3/2008 الاهلي يهزم الزمالك 2-0 دوري ابطال افريقيا 20/7/2008 2-1 للاهلي كاس السوبر المصري 27/7/2008 الاهلي فوز على الزمالك 2-0 يعني في انتوا متخيلين خمس مرات. طب عايزين ايه في حقب زمنيه مختلفه؟ وهو مش مفروض الحقيقه نقعد نقول لبعض الكلام ده بس يعني لما تيجي تكلمني يترد عليك ما يصحش ان احنا نقعد لبعض نقول لبعض الكلام ده. لكن عايز تتكلم هنتكلم واحنا كسبانين برضه. مش عايزين هذه الاجواء يا استاذ ابراهيم. انا مش حابب جو التراشق ده مش حابه لكن هو ده مش تراشق انت يعني مضطر له. بتظهر حقيقه ما حقيقه بس انت بتذكرها لان هو حب يعمل مكايده واخد بالك فلازم يتذكر له هذا الكلام. ما تنفعش ان انت يعني انا جمهوري اللي هو عندي حقوق
لما انت سيادتك تيجي تتعمد انك تضايقه وتغيظه هنضطر نطلع الحقائق اللي احنا كنا متعففين عنها. ايوه بس متعففين لانه الاهلي اللي جوان كتير يا شوارب، يعني الاجوان كتيره قوي لو هنقعد نعدد اهل والزمالك ما شاء الله، لكن لانه هو الاهلي يتعفف زي ما قال المهندس عدلي. ومش بس عفف، ده انا لو هنتكلم في الحلال والحرام، الاهلي يخسر من الزمالك ماتش السوبر في دبي، يطلع الحكم الاجنبي حكم المباراه يعترف انه اخطا لانه كان شايف في ضربه جزاء للفريق الاحمر ما احتسبهاش، برضه ما تكلمناش ومحدش قال انه في خطا حقيقي ادى باعتراف الحكم اضاع لقب بشكل واضح وصريح من الحكم. زي بالظبط جون الكابتن حسن شحاته يتحول لمظلمه تاريخيه، وجون الكابتن ربيع ياسين في الزمالك باعتراف الكابتن محمود عثمان محدش يتكلم عنه. هل لانه الاهلي بيتعفف ومش فاضي يقف يتكلم كتير فالحقائق بتتنسي؟ هل الزن والملاحقه الاعلاميه بتخلق حقوق؟ هل فعلا البكاء الدائم على الاطلال يلفت النظر والانتباه، والسكوت عن حقوق والتغاضي عنها اعلاميا بيخفيها ويخبيها ويموتها؟ وتسمع كلام عكسي زي بالظبط. ليه بقول لكم؟ لانه هو الاهلي. الاهلي في الفتره اللي فاتت دخل مع النادي الاسماعيلي في مفاوضات لضم محمود متولي، كابتن محمود الخطيب، بعد اتصالات واتصل مع المهندس ابراهيم عثمان. كان عقد محمود متولي بينتهي يا باشمهندس، يعني كان يستطيع النادي الاهلي يستنى على محمود متولي وياخده ببلاش، لانه هو الاهلي اللي حريص دايما على حقوق كل الانديه اللي بيدخل معاها في مفاوضات. لا، قدم عرض لنادي الاسماعيلي يحفظ حق الاسماعيلي، وده اللي خلى مسؤولين في النادي الاسماعيلي دلوقتي يشكروا النادي الاهلي. واللي خلى الغريب جدا رئيس نادي الزمالك يطلع في اكتر من مره يصف الاهلي للاسماعيلي عدوكم الاهلي، اتقالت كده باللفظ، ومش فاهم ازاي يكون في استخدام للفظ زي كده رياضيا. يعني ايه عدوكم الاهلي؟ يعني الناس كلها بتتمنى المزيد من التقارب بين الجماهير، وبتتمنى باستمرار يسود الجماهير كلها علاقه طيبه، بس اطلع اصنف نادي لدى جماهير اخرى بانه عدو؟ ده كلام غير مفهوم بالمره وغير مقبول بالتاكيد. لانه لو حسبنا عدد اللعيبه اللي النادي الاسماعيلي اخذهم من النادي الاهلي هنلاقيهم اكتر من اللي انتقلوا من الاسماعيلي للاهلي، وهنلاقي الزمالك ضم من الاسماعيلي لعيبه مش اكتر من الاهلي خدهم. ودي ده الاحتراف ودي الانتقالات. لكن لما الاهلي يضم حد ويحفظ للاسماعيلي حقوقه اللي كان غيره ممكن يتفاوض ويقللها، تبقى المساله غريبه يا باشمهندس. الحمد لله ان الاهلي يجد الانصاف دائما ولو بعد حين. ويطلع يعني سعفان من الناس شديد التعصب للاسماعيلي، كابتن سعفان. ايوه. ما هوش يعني عواطفه مع الاهلي ولا الزمالك، ما يعرفش الا الاسماعيلي. ايوه. وكان بيتغاظ كتير جدا ان لعيبه الاسماعيلي ساعتها ما تسيب الاسماعيلي. ايوه. لكن هو شايف بعينه، شاف في موقف بقى في يقدر يعمل مقارنه. انت خدت لعيب ازاي والاهلي لما طلب لعيب يستطيع ان يحصل عليه مجانا كمان 6 اشهر عمل ايه؟ فيروح حد رئيس نادي يقول له الاهلي عدوك، بتديله بسعر رخيص وتديني بسعر غالي. لا، الاهلي مش عدو يا استاذ مرتضى. الاهلي مش عدو حد ابدا. اي. انما في ناس هي اللي بتبقى اعداء لكل الناس واعداء لنفسها حتى. مش الاهلي، مش منهم الاهلي. الاهلي بيمد يده بكل الترحيب والاحترام والحرص على وين وين، اكسب وانت تكسب، والمصداقيه وكل شيء. ولهذا مع تتالي المواقف مهما كنت مختلف مع الاهلي تحترمه وترجع تدي له حقه ولو بعد حين. وده اللي يخلي يا جماعه وانت نهجك واضح وصريح الاقي ده محل تقدير لناس كبيره مسؤوله. على سبيل المثال كابتن محمود الخطيب بيناله كتير جدا
بعض التطاولات والتجاوزات وبتتابعوها. حد سمع محمود الخطيب بيرد او بينزل لاي مستوى من هذه المستويات؟ حد شاف ده؟ لكن بيبقى الرد العملي الملعب. مزيد من العمل، مزيد من العمل من اجل ناديك، مزيد من الاجتهاد، يا تتكلم يا تشتغل، اختار اللي انت عايزه. بس لما مش بتكبر دماغك، لما بتترفع وبتحتفظ بقيمك وباخلاقك وبصوره ناديك وبتقاليد ناديك، الرائع جدا انك تلاقي ده له مردود وتفسير وتقدير عند ناس كتيره كبيره. الاقي الاهرام يوم الثلاث اللي فات الدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتور عبد المنعم سعيد مفكر سياسي، مفكر محسوب على الفكر السياسي اكتر ما هو محسوب على الصحافه كمهنه، مفكر سياسي وكاتب كبير بحجم الدكتور عبد المنعم سعيد في الاهرام، كاتب مقاله بعنوان الرد في ملعب التنميه. بصوا قيمه ما يفعل الخطيب، بيستهل الدكتور عبد المنعم سعيد مقالته عندما كان يشتد الانتقاد للكابتن محمود الخطيب ويسأله الصحفيون لماذا لا يرد، فإنه كان يكتفي بالقول أن الرد سوف يكون في الملعب. العبارة بيقول الدكتور عبد المنعم سعيد صارت حكمة رائعة، وأظنها باتت ممثلة للرد المصري على كل من ينتقدوننا في الخارج. وبيسوق الراجل في مقالة مطولة جداً ما يحتاجه المجتمع المصري من ضرورة تغليب مثل هذا المبدأ اللي كابتن محمود الخطيب بينتاجه، وهو العمل ثم العمل ثم العمل، الترفع ثم الترفع ثم الترفع، التركيز ثم التركيز ثم التركيز، الرد في الملعب، فتكون النتائج اللي انتوا بتلاحظوها وبتتابعوها. دي مقالة كانت مهمة جدا للدكتور عبد المنعم سعيد، استهلها وارتكز فيها على فلسفة ومنهج رئيس النادي الأهلي، لأنه الأهلي. خش. لأنه الأهلي. الأسبوع الماضي وهو بيعلن قيمته وضح إنه ما فيهاش مؤمن زكريا، واحد من أبناء النادي الأهلي، لاعب مهم جدا في كرة النادي الأهلي في السنوات الأخيرة، لكن عنده إصابة. عنده إصابة تحول دون قيده في القائمة. غيره ممكن يسيبه، لكن الأهلي ومؤمن غير مقيد، يبقى القرار المباشر علاج مؤمن في ألمانيا، مؤمن غير المقيد، ويبقى القرار المباشر والصريح والحاسم يا باشمهندس إنهاء إجراءات سفر مؤمن زكريا للعلاج في ألمانيا. كان الأهلي قد قرر عدم قيد مؤمن الصيف الجاري بسبب معاناته من إصابة تحتاج للعلاج فترة تتراوح بين 3 أو 4 شهور، على أن يتم تحديد موقفه من القيد في قائمة الفريق في يناير. ده الأهلي. بس دي مش جديدة، ومش عشان مؤمن ابن النادي. مؤمن كان في مدرسة الكورة، أنا فاكره أيام كورفر. لا ده طبعا وهو ناشئ صغير 8 سنين تقريبا. كورفر ده عمل كل المواهب بتاعت صحيح ده. الأهلي عمل ده مع واحد من لاعبيه غير المصريين، عشان لما الأهلي بيقدم سلوك وتصرف وقرار في مجتمعه تعرفوا أن هذا النادي اللي أنتوا بتحبوه حبه مش من فراغ. إسحاق أول النيجيري لو فاكرينه، لاعب في النادي الأهلي في نهاية التسعينات أصيب، وكان زي نفس الظروف في نهاية الموسم ممكن تستغنى عنه أو الطبيعي أن أنت مش هتسجله. الأهلي بيعالجه وبيستمر في علاجه، فالراجل جاب أسرته وأقام في مصر، ما سابش مصر ولازال بيعمل في الأهلي في تدريب الناشئين. نشوف إسحاق أول في هذا التقرير عن حكايته مع الأهلي والأهلي عمل إيه معاه. في بداية الموسم 2000 و2001 هي أول سنة بتاع مستر مانويل جوسيه، رحنا معسكر برتغال هناك بلده، كنا قاعدين معسكر عادي، لعبنا أول ماتش عدينا بشكل كويس والحمد لله، كنت ماشي كويس جدا، هو راجل فرحان بيا. فتاني ماتش بنلعب ماتش ودي برضه مع فريق سبورتن براغا برتغالي،
في الشوط الاولاني كده تعورت كره، كنت بستلم كوره بباسي رجلي ثبتت وجسمي بيلف، وقعت كده. دكتور ايهاب كان هو اللي موجود على الفريق الاول، فقال لي ده رباط صليبي. ساعتها كشف عليا في الملعب قال رباط صليبي، لكن برضه قال له هنتاكد، نروح نعمل اشعه عشان نتاكد نشوف هل هو رباط صليبي ولا لا. فعلا بعد الماتش روحنا مركز الاشاعات هناك في البرتغال، عملنا اشاعه طلعت بعد ساعتين تقريبا، هو شافها وحتى التقرير طلع قال فعلا هو رباط صليبي اكد عليها. فوقتها قالوا لي لازم عمليه، فقلت لا انا عندي عايز اخد فرصه اسافر نيجيريا اشوف كده ربنا ييسر، عشان عندنا حاجات اعشاب كده بنعملها علاج بالاعشاب، عشان وقتها ما كنتش عارف رباط صليبي يعني ايه. قالوا لي لا دي لازم عمليه، انا اصريت ان لازم اسافر. قالوا لي طيب ماشي انت تسافر ترجع القاهره، وفي كابتن ماهر هناك اداري اللي هو الاداري دلوقتي، عشان كان كابتن عماد معانا هناك في البرتغال، قال لي رتب لك اوراق اللي انت عاوزها تذاكر والكلام ده عشان تسافر، لكن برضه بناكد عليك ان دي محتاجه عمليه عشان ما تضيعش وقت. وانا قلت ماشي، لكن انا عايز برضه اروح عشان نفسيتي تعبانه، عايز اروح اشوف والدي اشوف اهلي، ولو كده ارجع تاني اروح اعمل عمليه. حتى مستر مانويل جوسي قال لا انت كده بتحرك كده عايز تعطل نفسك، ما عندناش وقت. قلت له معلش انا بس خلاص طالما هنا كده كده مش هلعب دلوقتي، لازم اسافر نيجيريا، كان قافله معايا انا لازم اسافر نيجيريا. قالوا لي ماشي. كان وقت ده وقت الاصابه دي كان اسبوع قبل ماتش ريال مدريد، ويعني سبحان الله قبل الماتش ده كنا قاعدين كل واحد ما بيتكلم هيلعب ضد مين، ده هيلعب ضد مين، ده هيلعب ضد كريست اسمه ايه راؤول، ده ضد فيجو، ده فقاعدين برضه كل بيتكلم بقى هنعمل ونساوي. سبحان الله ربنا ما عرضش، وفرجت على الماتش في التلفزيون زي احد، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فبعد كده لما رجعت القاهره قبل الفرقه ما ترجع، رجعت بثلاث ايام قبليهم، جيت لقيت فعلا كابتن ماهر مجهز لي كل تذاكر وحاجه اللي انا محتاجها. رحت سافرت نيجيريا، نزلت ورحت قعدت كده اسبوعين، بروح عند في ناس متخصصين بالاصابات دي، هم بيعالجوها بالاعشاب وتدليك وحاجات. قعدت اسبوعين بشتغل واعمل رجلي، حسيت ان رجلي بقت كويسه مش محتاج قال لي اي عمليه ولا حاجه. لما رجعت هنا قالوا لي ايه الاخبار، قلت له انا كويس كده هنزل الملعب. قالوا لي لا لازم تعمل تيست نشوف، عشان احنا عارفين ده رباط صليبي ده خلاص ما ينفعش من غير عمليه. قلت له انا كويس اعمل لي تيست. قعد بقى من تيست يوم يومين ثلاثه، امور ماشيه كويس، انا فرحان خلاص مش هعمل عمليه. حتى كلهم مستغربين ايه ده، زي يعني رباط صليبي من غير عمليه ويرجع كل زجزاجات بعملها جومب وكل كلصنا كل حاجه. قعدنا بقى اسبوع بعمل التستات دي مع كابتن ابو العيلة، اعملها في الجيم اعملها بره في الملعب ما فيش حاجه. سبحان الله يوم كده خلصت بشتغل في الجيم وانا ماشي لقيت رجلي عامله تك وانا ماشي لوحدي، قلت بقى خلاص يعني هي دي عمليه بقى مش ما فيهاش كلام. فالحمد لله خرجت رحت للدكتور ايهاب على طول، قلت له خلاص يا دكتور انا مستسلم بقى عمليه. قال لي ليه؟ حكيت له اللي حصل، قلت له انا ماشي لقيت لفت كده لوحدها، ومن وقتها كده مش قادر همشي مش قادر ادوس عليها. قال لي ما قلنا لك. قلت له خلاص بقى اللي حصل حصل. فكلمت دكتور ايهاب، بلغ كابتن علاء، كان وقتها كان كابتن علاء صادق هو مدير الكوره، راح كلم قال لي خلاص انا جهز لك اوراقك والتاشيرات والكلام ده عشان تسافر. الحمد لله رحت عملت العمليه وقعدت اسبوعين او ثلاث اسابيع ورجعت وكملت العلاج هنا لمده 6 أو 8 أسابيع، وسافروني تاني المانيا عشان اروح اتابع مع مركز العلاج الطبيعي هناك في كولن عند بيت كولن المانيا. رجعت تاني قعدت هناك اسبوعين طمنوا عليا امور ماشيه بشكل كويس كل حاجه، فمدوني برنامج تاني همشي عليه حد ما هنزل ملعب. النادي الاهلي فضله كبير عليا قوي قوي فعلا، اي حاجه بحتاجها من غير ما اقول لو واحد حس بس وانت محتاج حاجه تلاقي واقف جنبك بيساعدك.
فوقتها فعلا حسيت هم خايفين عليا اكتر من نفسي. انا بقول لهم انا مش عايز اعمل عمليه، هم مصرين. حتى بقول لهم طب ده جسمي وقرار قراري يعني. قالوا لا مش قرارك ده، انت لعيب النادي الاهلي، لما تبقى مصاب مسؤوليتنا لازم نرجعك زي ما كنت، لازم نعالجك لاخر درجه. قلت لهم ماشي، لكن برضو وقتها انا سريت برضو في الاول في الاخر، لما انا سريت انا هسافر وافقوا، لكن هم عارفين لا احنا لازم اعمل عملية دي. فروحت وجيت وبرضو هم مستنين اصلا هسافر اعمل عملية. فنادي الاهلي يعتبر بيتنا الكبير، بيهتم الصغير قبل الكبير. نادي الاهلي حتى لو ما سافرتش اوروبا تحس انت فعلا بتلعب في مكان كبير يليق بالمستوى الاحتراف. وكل الناس مش في افريقيا بس حتى في اوروبا عارفين نادي الاهلي. فحسيت الناس دي عيله، مش اصحاب بس، جزء من عيلتي. انا ما عنديش عيله هنا لكن بقوا هم عيلتي، فكل واحد بيحاول يساعدني، بيحاول يقف جنبي. حسيت انا بامان، فقلت طب مش هكمل، لو ما كملتش في الكوره يبقى استقر هنا وسط الناس دي. كان مهم يعني تتسمع القصة بلسان واحد يعني بقى مصري حبا في النادي الأهلي وتقديرا أنه بيشعر بالأمان. شوف الجملة العبقرية البسيطة، أنك من خلال علاقته بالنادي الأهلي شعر أن ده المكان اللي بيشعره بالأمان، فده اللي هيعيش فيه طول عمره. المسألة تجاوزت حتى الحب، الشعور بالأمان ده شعور أعمق بكتير يعني. صحيح. إنما عايز أقول لك هذا موقف متكرر حصل مع جيلبرتو سنة وشوية وعمل عمليتين، والأهلي فضل متمسك بيه لحد ما رجعوا الملعب وسابه واقف على رجله وراح احترف في بلجيكا. لكن كمان في اتنين لعيبة الأهلي كانوا يعني، حسين أمين منتخب أولمبي سردباك كان لعيب قوي وعنيف جدا، وأعير بينه من دينا أعتقد وأعير جات له إصابة بالرباط الصليبي ما تعملوش عملية ورجع يائس جدا عن النادي الأهلي. طبعا هيعمل ايه؟ عملنا له العملية وما رجعش يلعب معانا تاني، رجع كان خلاص يعني فرصه بقى، وناس جت ركبت مكانه وخلاص يعني. قعد حوالي سنة وشوية بره النادي الأهلي، والأهلي هو اللي بيتابعه تماما في كل مشواره الطبي. نفس القصة محمد علي اللي بيلعب في الجونة لحد النهاردة، واحد من أحسن أحمد علي جه من المنصورة، كان باك باك محترم ولعيب مميز جدا جدا، وبرضه راح إعارة لمدة كان رايح إعارة لمدة أعتقد كان رايح إعارة، كنا جايبين لعيب مهم وطلبوا هم تحديدا إن ياخدوه إعارة من نادي الاتحاد السكندري وأصيب برضه، واللي عالجوا النادي الاهلي واللي رجعوا الملعب النادي الاهلي وخرج من النادي الاهلي لعب في المقاولين وبعدين لعب في الجون. وده اللي خلى حتى اللعيبه وهي بتمشي من الاهلي افهم ان انت وانت موجود في الاهلي تعبر عن هذا الحب وهذا الانتماء وهذه الحاله الكبيره، لكن وانت ماشي من الاهلي يبقى رايك ده يبقى الجمهور لازم ان يسعد بيه، الجمهور اللي بيحب الاهلي لانه الاهلي فيه هذه القيمه. الاقي الكابتن محمد نجيب لاعب النادي الاهلي اللي بعد 8 سنين من العطاء والانضباط والالتزام والحب مع النادي الاهلي، النادي الاهلي بيستغنى عنه فبينتقل، لكنه بيكتب وهو ماشي: بشكر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم ومجلس اداره النادي الاهلي واللاعبين على الفتره التي قضيتها داخل جدران النادي، ليس من الهين ان تترك كيانا انت جزء منه، والعكس تعهدنا على السير معا، لذلك اتمنى ان نكون دائما على العهد وأن تستمر تلك الأيام. لن يكون الشكر كافيا للجمهور الذي ساندني في العثرات والأوقات الصعبة، وكل من انتقدني لأنه ينتظر مني الأفضل، وأتمنى للفريق التوفيق والنجاح في الفترة القادمة والفوز بالبطولات، وأتمنى من الله أن يوفقني في الخطوة القادمة وأكون عند حسن ظن الجميع. عاش النادي الأهلي وجمهوره العظيم فوق أي أرض وتحت كل سماء. ده الرائع المحترم محمد نجيب. شوف العجيزي بقى، انا في النص كده حاجات مش هنلحق نجيبها. اسلام محارب كمان وهو ماشي بيقول: احب اشكر اداره النادي الاهلي على الفتره التي كنت موجودا فيها داخل اعظم نادي في الكون، كنت جزء من الكيان الكبير. لسه خارج اهو.
كنت جزء من الكيان الكبير ده، واشكر جمهور الاهلي العظيم اللي عمره ما قصر معانا ودايما في المحنه قبل الفرحه واقف في ظهرنا، وبشكر اللاعبين كلهم. وبالتوفيق يا رجاله، الحمد لله انتقالي الى بيت الثاني ده على الاقل يعني شفتوا اسلام محارب وهو ماشي. هنشوف هاني العجيزي، واحد من لعيبه النادي الاهلي اللي جه للنادي الاهلي من الزمالك، وهاني العجيزي حاله او نموذج لقصه بتتقال. اصله ما حدش بيجي من الزمالك ويعمر في الاهلي، والاهلي اللعيبه اللي ضموهم من الزمالك استغنى عنهم، رغم انه استغنى عنهم بعد كل واحد فيهم ما حقق من البطولات الكثير والكثير والكثير. نسمع هاني العجيزي. اي حد يعني لعب في النادي الاهلي يغير فكرته عنه ويرتبط بيه اكتر. بص قبل ما اقول لك حاجه، انت في كام لعيب في نادي الزمالك لعب في نادي الزمالك وراح النادي الاهلي؟ في طارق سعيد تقريبا، في محمد صديق، في اينو، مفيش واحد فيهم طلع قال لك ان انا ممكن اختم حياتي في نادي الزمالك. مفيش. ليه؟ ما برضو لازم الناس تعرف ليه. اكيد اللي بيحصل في النادي الاهلي او الاجواء في النادي الاهلي غير اللي موجوده في نادي الزمالك خالص. خلينا اكون صريح، انا والله العظيم ولا بقلل من نادي الزمالك ولا اي حاجه، بس فعلا دي الحقيقه يا جماعه. لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي ده في حته تانية خالص. بس ده بجد يعني في كل يعني انا بكلمك بصراحه، سيبك بقى من اهلي وزمالك. انت يا جماعه ما حدش هيعرف يقارن بين النادي الاهلي والزمالك الا لما تدخل جوه هنا وجوه هنا. ده حقيقه. يعني هو حتى انا فاكر الحديث ده استطرد وقال ده كان واحنا صغيرين بيعمقوا فينا شعور بكره الاهلي وانه ظالم ومفتري، وهو في الزمالك. وانا دلوقتي بقول لكم لا، بالعكس خالص. يعني نفس الكلام اتكرر بعد كده مع نسمعه من معتز اينو في دي ام سي. اقدر احس من كلامك كانه انت خلاص بقيت اهلاوي قلبا وقالبا. دي حقيقه. انا بحب النادي الاهلي جدا، واتشرفت ان انا لعبت في النادي الاهلي، وبحب جمهور النادي الاهلي جدا. يعني ده الجمهور ده عندي حاجه، يعني عشان انا شفت معاهم يعني فعلا اجمل ايام حياتي. يكفي لهم كانوا يعني كانوا عاملين لي اغنيه. فبعيد عن الكوره دايما بتربطك حاجه، يعني بقى في رابط بينك وما بين جمهور الاهلي. ففي حاجه بروح في اي مكان لغايه دلوقتي من هنا، الناس لغايه دلوقتي فاكره الجون بتاع السوبر، يعني عارف في تحس ان في حاجه بتربطك مع الجمهور الاهلي. فانا بعتبره يعني بالنسبه لي انا رقم واحد في العالم، جمهور احسن جمهور في الدنيا جمهور النادي الاهلي. وطب برضو عايزين نشوف طارق سعيد، هنقولهم ورا بعض كده عشان بالمناسبه محمد صديق وطارق السعيد جم للزمالك من الاهلي، خدوا مع الاهلي دوري وافريقيا وسوبر وكاس العالم للانديه. جم للاهلي من الزمالك. جم من الزمالك للاهلي. نشوف راي طارق السعيد. الترابط الاسري بين اللعيبه وبعض، ويمكن دي اكتر حاجه نجحت النادي الاهلي. اول ما رحت النادي الاهلي كان الكابتن نادر السيد موجود هناك ساعتها. قال لي تدخل عادي خالص وهتحس نفسك كانك بقالك 10 سنين هنا، وبالفعل. يعني في 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 كل واحد بيقول جزئيه من زاويه من زوايا التميز يعني. وايضا محمد صديق. النادي الاهلي يا هاني شرف كبير جدا لاي لاعب في مصر وبره مصر. النادي الاهلي هو حلم كل لاعب، سواء بيلعب في افريقيا او في الوطن العربي، ان هو يلعب في النادي الاهلي. ولو فردنا هنلاقي اللعيبه اللي جت للنادي الاهلي، واحنا بنتكلم على الزمالك تحديدا لانه النادي المنافس الشقيق الكبير اللي البعض الاعلاميين المنتسبين ليه بيحاولوا يشيعوا فكره انه اللي بيجي من النادي الزمالك للنادي الاهلي بيفشل، وبينسوا ان واحد زي رضا عبد العال لما جه النادي الاهلي خد 4 دوري وخد كاس وخد بطوله سوبر او بطوله افريقيا. اينو خد سوبر مصر وخد دوري وخد ابطال افريقيا. وقلت لكم طارق السعيد ومحمد صديق دوري وافريقيا وسوبر وبرونزيه كاس العالم. ووسام الرياضه. هي دي النجاحات، وهو ده المناخ اللي بيحقق للاعب او بيوفر لكل اللاعبين اللي فيه فرص هذا التحقيق او فرص تحقيق بطولات اكتر. الاهلي على هذا النسق الاحترافي الجاد جدا، مش بس الحاله المعنويه الهائله، لا على الصعيد الاحترافي مؤخرا اعلن انه النادي الوحيد اللي اخذ رخصه نادي محترف،
ورخصة نادي محترف دي يا جماعة قصة تانية خالص، بس لأنه الأهلي حريص إنه يمشي بشكل كامل ودقيق. هي ليها معايير لازم الناس تعرفها بسرعة كده. آه. إنه يفي بالتزاماته، ما يبقاش عليه ديون. أيوة. لا للعيبة ولا لأي جهة من الجهات ولا للدولة. آه. ولا وعنده بادجت، ميزانية، ميزانية الكرة مستقلة مستقلة. آه. وفي نفس الوقت تكون واقعية بتفي بالتزاماته التعاقدية. بالظبط. مجموعة عنده بنية أساسية تصلح لممارسة كرة القدم طبقا للمعايير الفنية الدقيقة للاتحاد الدولي. مجموعة من المعايير، أدي رخصة النادي الأهلي كنادي محترف، مجموعة من القيم والمعايير انطبقت عليه وميزانيته في شفافية كاملة. أي؟ شفافة وقابلة للحساب والمحاسبة في أي وقت. واللي أعرف أنه محدش تاني لسه خد الرخصة دي، لأنه هو الأهلي. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.